خليل، ادي خليل. ايه يا محمود؟ مات. مقبره المره دي كانت غلطه بزياده. لا حول ولا قوه الا بالله. ابو العمل، لو رحنا لاهله هندخل في سين وجيم ومشاكل. هنرجع المقبره تاني وهنردم. مش حرام؟ حرام ليه؟ كرام الميت دفن. يلا ايدكم معايا. انزل. واحد واحد. ايه الاخبار يا دكتور؟ ده الحمد لله. كنا فين وبنا فين؟ انا واقف بقى ادويه ونكمل علاج طبيعي اسبوعين. في الاسبوعين دول مش عايزك تلمس الكوره خالص. ماشي. الله يخرب بيتها. هو في حاجه دوختنا ولففتنا حوالين نفسنا غيرها يا سيدي؟ ما تسيبه، ما يمكن يطلع زي محمد صلاح. لا، اذا كان زي محمد صلاح العب يا حبيبي. على فكره يا دكتور، الوالد صاحب ابويا. انا بس ما ربطتش الموضوع غير لما شفت الاسم، فبقول لابويا قال لي ان حضرتك ابن الحاج محمود الرفاعي. ربنا يديله الصحه ويبارك فيه يا رب. بالمناسبه دي بقى، انا عايز اعمل لحضرتك هديه صغيره، يافطه جديده للعياده، بس بعد اذنك هكتب عليها الاسم الدكتور ياسين الرفاعي. اسم ليه هيبه وتاريخ كده. ماشي يا سيدي، كتر خيرك. يلا اشوفكم كمان اسبوعين ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر يا دكتور. ربنا يخليك. يلا حبيبي، الحمد لله على السلامه. يا عماد، في حد تاني ولا خلاص؟ خلاص مفيش حد يا دكتور، بس حبيبه ومامتها هنا مستنينك. خليهم يدخلوا طبعا. يلا حالا يا دكتور. اهلا اهلا اهلا. وحشتني يا سيدي. وانت كمان وحشتني قوي. يلا هاتي بوس عشان لازم اطير. مش لما تستني نوصلك في طريقنا. لا لا لا، مفيش وقت، احنا كده نتأخر على جده. ملوش لزوم، صلاح مستنيني تحت. سلم لي على طنط وانكل. الله يسلمك. يلا باي. باي باي. نعم. مش يلا يا عم ياسين ولا ايه؟ يلا يا عم، استنى لما حاجتي ونمشي. لا، ما انا هعدي على الرغيه واجيبها واجي على طول. لا ساره مش هتيجي. طيب يا ماما، طب ما تسيبيها براحتها. بقول لك يا مجدي، بكره الصبح تعدي على امين شريف تاخد منه الحاجه وتوديها لتامر بيه. تعدي بنفسك وتديني تمام يا باشا. اعتبره حصل والله العظيم. المره اللي فاتت عشان خاطر موضوع الحاجه وانت عارف. الف سلام عليها. هي عامله ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله، كنا فين وبقينا فين والله العظيم. لولا الحاج محمود الله يبارك له كان زماننا في حته تانية خالص والله العظيم. يا باشا انا امي ليل نهار بتدعي له. بالله عليك توصل له السلام. الله يبارك لك يا حبيبي. حاضر. وصل. ربنا يخليه لك يا رب. احمد باشا، صباح الخير يا يحيى بيه. صباح الفل. صباح الخير يا صباح الفل احمد باشا. ايه بكره راحه؟ راحه ايه يا باشا اللي سيادتك بتتكلم عليها دي؟ مش لما تخلص الشغل اللي وراك الاول؟ وانا شغلنا بيخلص باشا. لو مش عاجبك روح اشتكيني. لا وعلى ايه؟ الشكوى الغير اللي مزلة. ماشي يا باشا، يلا انا اذنك. السلام عليكم. سلام يا باشا. ايه الدم ده يا حاج؟ لا 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 هيشة سهر، انا بحلق داني عورت نفسي. خد بالك من نفسك يا حاج. خايف عليا يا ليلى؟ ايه اللي اخاف عليك؟ وانا عندي اغلى منك؟ ده احنا عايشين بحسك يا حبيبي في الدنيا دي. يا سيدي لما يجي النهارده بيسيبيني معاه شويه. حاضر، بس عشان خاطري سايق عليك النبي. بالراحه عليه شويه. ماشي. ادخل. صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا مرات عمي. صباح النور يا حبيبي. استاذ محمد المحامي في المكتب تحت مستنيك يا حاج. هغير هدومي وهنزله، والجمالات تفض الهيصه اللي تحت وانت تجيلي على المكتب عشان عايزك. اوامر يا حاج. ادخل.
حاج، تحب اعدي على حضرتك وقت تاني؟ لا لا، تعال تعال فاروق عايزك. انت هتروح ابو صير عند عمك علي مبروك، تاخد منه امانه. مساخيط اللي قاعد تحت بيت واحد من قرايبه، وهتاخدها وتروح على ايوب تداله وتجيب منه الفلوس. اوامر يا حاج. طب ما ينفعش استنى ياسين نتغدى سوا وبعد كده اروح المشوار؟ لا لا لا، انت هتروح على طول دلوقتي، ترجع قبل الليل ما يليل. تقول لعمك علي الحاج مستنيك بكره تشرب معاه الشاي. اوامر يا حاج. تحب اشتري بكام وابيع بكام؟ انت هتشوف المساخيط وتقدرها، تشوف هتتشرى بكام وتتباع بكام. ايه كل ده ولسه ما اتعلمتش؟ لا لا، ده انا هتلميذك يا حاج بعد اذنك. فاروق ده ابن اخوه، ابن اخويا صحيح، بس زي ابني بالظبط. ما هو تربيتك ده يا حاج. ها عملت لي التوكيلات اللي قلت لك عليها؟ كل اللي طلبته جاهز يا حاج، بس الحقيقه انا مش عارف ايه لازمه كل ده دلوقتي. لازمه ان انا خلاص بقيت خرده، الحياه بياكل في صدري. ما عملتش اللي بعمله دلوقتي، هبقى رميت اللي انا بنيته انا وابويا في النار. انت متاكد يا حاج ان اللي انت بتعمله دلوقتي مش هو اللي هيولع النار؟ واحد زائد واحد يساوي اتنين يا ايوب. الحاج عايز في الحتتين دول 200,000 اخضر، وانا مرسال بالاه او باللا، بس الحاج قال لي لو لا يبقوا مش من نصيب ايوب. اسمع يا فاروق، انت صبي ولسه شويه عليك على ما تقول كلام المعلمين ده. لا مش لسه شويه ولا حاجه، ده لسه كتير قوي ايوب. كلام المعلمين ده بيقولوه الناس لما يبقوا معلمين، لكن انا لسه السكه قدامي طويله. انت بقى معلم ايوب، قلت اه ولا لا؟ لا. وماله؟ ما على الرسول الا البلاغ. اخد بقى الحتتين دول واطلع بيهم على الخواجه في الزمالك، وهو يتصرف فيهم بمعرفته، وهو يبقى بدايه تعامل بيني وبينه. بس هيبقى في حق عرب بيني وبينك، عشان هتخليني انزل الزمالك في عز الزحمه، وانا ما بحبش الزحمه. ده مين اللي قال لك على موضوع الخواجه؟ الحاج دايما بيشكر فيه، بيقول انه راجل دغري ملوش في الفصال. اديك 180,000 اخضر يا فاروق. 200,000 اخضر يا معلم ايوب، انا ما بغيرش كلمتي. ادخل يا ياسين، واقف الباب وراك. كلم فاروق عبد الحميد، شوف فين عشان الكلام يتقال مره واحده. حاضر يا حاج. طب والله العظيم انت كمان وحشتيني يا دودو، ليك عليا بكره عشيك عشوه حلوه. داليا خليكي معايا بس ارد على عمي. يا حاج عارف انت فين؟ لا لا خلاص داخل عليكم. طب يلا يلا مستنيينك. خمس دقايق وابقى عندكم. جاي يا حاج. السلام عليكم. السلام. مؤاخذة اسف على التأخير يا حاج. ازيك يا ياسين؟ عاش من شافك يا دكتور. ازيك يا فاروق؟ كلمتك كذا مرة على فكرة ما ردتش عليا. خدش بالي معلش. عملت ايه يا فاروق؟ كله تمام يا حاج. اقعد بقى عشان اقول الكلمتين اللي عندي. اوامر يا حاج. من سنين ابويا الله يرحمه ابتداء من تحت، من جوع ومن فقر، وعمل البيت والعيلة دي، واحنا مكملين وراه، مكملين في الأسس والقوانين اللي حطها للعيلة دي. مفيش ورث ولا بيوت،
كلنا في بيت واحد. الكبير هو اللي بيدير الشغل وبيدي كل واحد حقه ومرتبه أول كل شهر. أبويا عمل كده عشان كان عايزنا كلنا نبقى كتف في كتف طول ما فينا الروح. بابا ما اختارنيش أنا بالذات عشان كبير عياله وبس، لا، اختارني عشان أنا الأصلح. كل واحد بياخد حقه، الرجالة اللي قاعدة قدامي والحريم اللي قاعدة برا، حتى حق زينب أم جمالات حقها بيوصلها كل شهر صدقة على روحها. ربنا يرحمها ويرحم أموات المسلمين جميعا. ربنا يرحم الأموات والأحياء. أنا تعبت، والكرسي ده هيفضل قريب. ألف بعد الشر عليك يا عمي، ما تقولش كده. كلنا هنموت يا ابني، النهاردة بكرة بعد سنة. روح تطلع لخالقها وترتاح. عشان كده جمعتكم، عشان اختار الكبير اللي هيبقى من بعدي ويصونكم ويصوني بعد ما قابل وجه كريم. والله يا حاج انا شايف ان انت تروح للدكتور وبعدين ما نتكلم في الكلام ده كله. يا دكتور، الدكاترة عمرهم ما ريحوني. بص الكلام، ورق المحلات والشغل والبيت ومصاريفكم والمرتبات كلها تبقى في ايد فاروق. فاروق هو اللي هيبقى من بعدي. فاروق هو اللي هيقعد على الكرسي ده، واللي يقوله يتنفس على رقاب الكل. ربنا يطول في عمرك يا حاج، انت ليه بتقول كده؟ انا خلصت كلامي. لا مؤاخذة، معلش يا حاج، مش معنا فاروق عشان دراعه اليمين اللي بنفذ له كل شيء. ياسين، انا كده كده مش عايز حاجه منكم، انا اتكلم في حق اخواتي. انا صعبان عليا بس مصيرهم في ايده، عايز فاروق. وماله فاروق يا ابن عمي؟ خلاص ما بقاش عاجبك فاروق دلوقتي؟ لا مش دلوقتي يا فاروق، ده من زمان وانت عارف ليه. انا اقول لك ليه؟ عشان انا اجدع منك وما سبتش ابوك يشتغل بطوله زي ما انت عملت. انت اجدع مني يا فاروق. ترى ايه؟ ترى ايه؟ هتخانق قدامي ولا ايه؟ صلى على النبي ياسين علشان نعرف نتفاهم. مفيش تفاهم يا عمي، خلاص انا شفت كتير قوي وفضلت ساكت، بس لحد كده وكفايه. وانت فاهم انا قصدي على ايه. سيبونا لوحدنا. طب يلا يا يحيى، يلا فاروق معايا، يلا يلا تعالى تعالى. سيب المصطفى. تعالى يا ياسين، تعالى يا ابني، تعالى ربنا يهديك. انا مش فاهم انت عايز ايه؟ انت عايزني اموت من غير ما اسيب لي العيله دي كبير؟ ولما انت عايز تسيب لها كبير بتركب فاروق على اولادك يا حاج؟ انت لو قريب مني كنت خدت مكان. انت اللي بعدت. انا بعدت من زمان قوي لما شفت وعرفت. روح لسه فيها. لو عايز تبقى كبير انا ممكن اغير الوصيه. يا حاج بس انا لو هبقى كبير انا ههد كل اللي انت عملته، هبدا من جديد. تهد ايه يا مجنون؟ انا بقالي 30 سنه ببني في العيله دي، من يوم ابويا ما مات وانا شغال زي الطوف في السايه. لو نمت بنام عين مقفوله وعين صاحي عشانك وعشان اخواتك وعشان اعمامك ومراتاتهم. مش مخلي حد محتاج حاجه. نزلت السمان كلها بتحلب باسم الرفاعي واولاده اللي خيرهم بغرق الدنيا، وانت جاي النهارده تقول لي عايز تهد اللي انا عملته انا وعيلتي؟ عايز نموت وانا بشوف كل اللي عملته بيتعد؟ وانت بنيته ازاي يعني يا حاج؟ ما بالمخدرات والفلوس الشمال والاثار، هو ده الورث اللي عايز تسيبه لعيالك بعديك؟ ايوه بس انا
أنا منعت المخدرات بعد جدك الله يرحمه ما مات، والمساخيط اللي بنلاقيها دي رزق بنلاقيه في أرضنا وفي أرض معارفنا، يعني لا بنسرق حد ولا بنعتدي على حق حد. ولما أنت مقتنع قوي كده مخبي شغلك عن اللي حواليك ليه؟ يا حاج عمرك فكرت لو أمي وأختي لو عرفوا هيحصل إيه؟ ولا أخويا الظابط المحترم ده اللي هيتفضح ويخسر شغله ومستقبله ضيع بسببك، دي هتبقى فضيحة. يا حاج ده أنا بستحرم آكل اللقمة في بيتك وأنت اللي معلمني نرقعها إزاي؟ لو أنا اللي جاي النهاردة فاكر أنت هتقولي نظف الفلوس الحرام وعيش أنت وإخواتك بفلوس حلال. أنت بقى حضرتك عملت إيه لنفسك عشان تيجي تقول أعمل إيه ولا ما أعملش إيه؟ ها؟ كبرت على أبوك يا ياسين؟ اه صحيح، ما انت ابن امك. ومال هم يا حاج؟ بلاش امك، مراتك. مراتك فين دلوقتي؟ في حضن راجل تاني. ما يصحش الكلام ده يا حاج. لا يصح، مراتك سابتك وانت داير وراها في المحاكم زي الولاية عشان ترجع بنتك، ومش عارف. وانا لما نقول لك اتجوز تاني تقول لا، فاكر انها ترجع لك بعد ما اترمت في حضن راجل تاني؟ يا خلفة العار. وانا اللي كنت فاكر نفسي بخلف راجل اتسند عليه بعد ما اموت. انا راجل غصب عن اي حد يا حاج. اخلص، اطلع بره، انت لا ابني ولا مالك. حاج ميه. طب ايه ده حاج؟ ايه ده ميه؟ ايه ميه؟ قتلك يا ياسين زي ما قتلت الراجل اللي كان لعم اكتافي من خيره. قتلك انا وابويا وصوتنا قل شويه، بعدين تعبوا فضل الكحه جامد اوي، رحت اجيب لك كوبايه ميه ورجعت. لقيته مقتول والسكينه مرميه على الارض، ما اعرفش مين اللي عمل كده. ياسين الكلام اللي انت بتقوله ده ما يتصدقش، كل اللي كانوا موجودين في البيت سمعوا صوت الخناقه. مش يمكن مثلا الوالد قال كلام ما عجبكش فمن غير ما تحس حصل اللي حصل؟ انا اللي حكيته لك هو اللي حصل بالظبط. وبعدين مهما المشاكل بيني وبين ابويا كانت كبيره اكيد مش هقتله. طيب انا معاك، تفتكر مين؟ انت الوحيد اللي كنت معاه في المكتب جوه ومفيش حد دخل عليكم. انا ما اعرفش. ادخل. تعالى يا يحيى. ياسين يطلع الصبح على النيابة. احمد بيه، ممكن اقعد معاه شويه؟
مجدي أمين مجدي. أوامر يا حبيب. والمتهم ده قاعد ليه؟ وجاي يطلع بطاقة؟ قوم وقف. قوم وقف. فتشوا. بقول فتشوا. وسع. انت مش اول متهم اشوفه قتل ابوه وامه. كنت بقول في بالي الا التربيه او المخدرات لحست مخه. بس انت غيرت كل حاجه يا ياسين. قلبك ده ايه؟ كل الغل والكره والشر دول كانوا مدفونين فيه من امتى؟ انت مصدق ان انا قتلت ابوك يا يحيى؟ ده انا اللي مربيك انت وروايه. ده انا اللي معلمك الصلاه وفروض ربنا. بس انا عارف ايه اللي وصلنا لكده من الاول. بس فضلت ساكت وما ينفعش اتكلم. عشان الكلام بيبقى ساعات في حاجات اكتر من الموت. ارميه في العجز! يا هل ما قتلتش ابوك؟ خسارة. لازم اعرف مين اللي عمل فيك كده. لازم نعرف مين اللي قتله. سامحني في اللي عامله. حسين! حسين! اقف مكانك يا حسين! حسين! يا
يا جمالات، انا ياسين. ياسين انت كويس؟ انت فين يا جمالات؟ انا في العربيه انا وحبيبه رايحه اوديها لمامته. انا هربت. يا نهار اسود يا نهار اسود. اسمعي بس هقول لك عليه دلوقتي. فاكره المزرعه اللي كنا بنلعب فيها واحنا صغيرين؟ ايوه عارفاه عارفاه، لما كنا ما تقوليش بقى مكانها يا جمالات. خلي السواق ينزلك بعيد وتعالي لوحدك. يلا متأخريش. سلام. معلش والنبي يا اسطى لف وارجع تاني. فاروق، ياسين هرب. هرب يعني ايه؟ حصل حادثة بالعربية هما بيرحلوه. هرب يحيى هو اللي ساعده؟ اللي اعرفه ان هو في المستشفى وانا هروح له دلوقتي. لا لا استنى، انا هاجي معاك. مساء الفل حلويات. مساء الفل ابو الفوز، جبت الحاجة؟ احنا مساعدك. تسلم لي يا عسل. امسك. عيب عليك ابو الفوز، مش بتاع فلوس. ماشي يا اخويا وفرت. راح فين؟ خده اقول لك. ما كمل الاول. يلا مش خساره في معروفك. ماشي. النبي حلويات. الشريحه اللي طلبتها. بجد مش عارف اقول لك يا سامي. كلفتك كام؟ عيب يا دكتوره ما تقولش كده، بس انت مش متخيل انا تعبت قد ايه على ما حصلت عليها. اتبهدلت بهدله يعني، سفيت التراب، ضخت، اتمرمطت، يعني انت مش متخيل اللي حصل. ايه يا سامية الافوره اللي انت فيها دي؟ دي شريحه، هي مخدرات؟ على قولك يا اخويا، مش القصد يعني. متشكر يا سامية، تصبح على خير. معلش ما سمعتش. قول متشكر. اللي بعدها يا سامية، تصبح على خير. كل ما بيقول يا سامية بيجنني. شكلها تبقى جيلة زي العسل إن شاء الله. ياسين أنا تعبانة قوي. يا حبيبتي مالك في إيه؟ سقعانة. سقعانة؟ ده أنت سخنة أوي. وأنت كلتي يا حبيبتي؟ فول. تعالي يا حبيبتي ما تخفيش، هتبقى كويسة. ها؟ ما تخفيش، تعالي. سامية يا سامية. خير يا اخويا؟ في ايه؟ البنت تعبانه قوي، وديني اي مستشفى بسرعه. يا نهار اسود، تعالوا معايا بسرعه. بعد اذنك. الطوارئ فين بعد اذنك؟ اخر الطرقه، بس حد يسيب بطاقه. اه اتفضل يا اخويا. صلت العربيه. امها. انا امها يا اخويا. الف سلامه. روح انت. ازيك يا احمد بيه؟ تمام يا فندم الحمد لله. تعرف يحيى من زمان؟ يعني من حوالي 7 سنين كده يا فندم سيادتك. ملفه ما فيهوش اي جزم من يوم ما اتخرج. يا فندم يحيى ضابط ملتزم ومحترم واخلاقه عاليه. شكلك بتعزه قوي يا احمد بيه. يحيى في مقام اخويا يا فندم، بس انا والله العظيم بقول لحضرتك الحقيقه. وطالما انتوا اخوات قوي كده، ما قعدتوش مع بعض قعده فضفضه؟ قال لك فيها هو عمل ليه كده؟ انا عارف ان المتهم الهاري بيبقى اخوه. اخو اللي بجد مش انت. وانت بتقول ان يحيى عاقل، يعني اكيد عارف ان اللي عمله ده مش هيعدي بالسهل. انا يا فندم قعدت معاه وسالته، بس هو قال لي انه ملوش دعوه خالص بتهريب اخويا ياسين. وانت مصدقه؟ يعني من خلال معرفتي بيحيى في الطبيعي بتاعه ان هو ما بيكدبش. ادي قلت الطبيعي. ويحيى دلوقتي ما بيمرش بظروف طبيعيه. تشكر يا احمد بيه. العفو يا فندم.
يحيى. فاتشي تخليها عايزك. يلا. يلا يا يحيى. مش مكتوب انك كنت مكلف بحراسة المتهم، ولا الورق فيه حاجة غلط؟ لا يا فندم، الورق مظبوط. امال ايه اللي خلاك تمشي ورا عربية الترحيلات؟ ممكن تشرح لي؟ كنت عايز اعرف التحقيق مع ياسين هيوصل لفين؟ ودي حاجة تستدعي انك تمشي وراه لغاية النيابة؟ لما عربية الترحيلات اتخبطت والمتهم هرب منها، كنت في وعيك ولا ملحقتش تشوفه وهو بيهرب؟ ما كنتش في وعي 100%، بس شفته. ولما شفته ما حاولتش تمنعه؟ حاولت بس ما قدرتش. ما قدرتش ولا ما كنتش عايز يا يحيى بيه؟ انت لو ربنا كرمك والقضية دي خلصت على خير، حاول تشوف لك شغلانة تانية. وجودك في الداخلية مش هينفع بعد اللي حصل. بص لابوك اللي قتلته بدم بارد. بنادم بقول لك ما قتلتوش. بطل شغل الجنان اللي في دماغك ده. خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض ونعرف مين اللي عمل فينا كده. الايد دي اقطعها. اقطعها قبل ما احطها في ايد واحد وسخ زيك. لو في حد وسخ فينا يبقى انت. من ساعة ما اشتغلت مع ابويا في الشغل الشمال. انت عمرك ما فكرت تقول له كفاية لحد كده يا حاج. بس عارف ليه؟ عشان طمع عماك زي ما عماه. يبقى مين اللي فينا وسخ يا فاروق؟ انا وابويا طول عمرنا في بينا مشاكل، بس كان بيقدرني وبيحترمني بيشوفني كبير حتى لو ما قالهاش. عارف ليه؟ عشان رفضت ابقى مرمطون، رفضت الفلوس الحرام عليا وعلى بنتي. اخرس، مش عايز اسمع منك كلمه تانية. اخرس. فتختبرني يا فاروق لحد كده؟ رجع أمي وإخواتي البيت النهاردة قبل بكرة أحسن لك. ولو ما رجعوش هقتلك وهيبقى سجن في سجن يا فاروق. قتلته ليه يا ياسين؟ عشان فضلني عليك ها؟ ولا عشان قال قدام الكل إنه بيثق فيا أكتر منك؟ يا بني آدم ما قتلتوش بقول لك. رجع أمي وإخواتي بيتهم يا فاروق ويصير الشر يا ابن عمي. قصدك بيتي؟ بيتي اللي ابوك كتبهولي بيع وشرا. بيع وشرا؟ من امتى والمرمطون عنده بيت؟ انت مجرد طعم ابويا كان عايز يجيبني بيها فاروق. انت عارف بعد ما خرجتوا كلكم من المكتب قال لي ياسين لو عايز تبقى كبير اخليك الكبير؟ قلت له لا. وهي دي الحقيقه اللي انت مش عايز تصدقها. الحقيقه انك قتلت ابوك واني هاخد بطاره دلوقتي. أنا عايزك تفضل مفتح عينيك وأنت نايم عشان هجيب اللي عمل كده فوقي بعدين هجيبك. مش هتلحق يا ياسين. لا الحق يا ابن عمي. استنوني انتوا هنا، أنا هطلع لوحدي. ياسين الحكومة تحت، لازم نمشي حالا. يحيى سيب ده. مش يا يحيى، مش هسيبك يا ياسين. سيب اخوك يا يحيى.
يلا سامية. يلا ايه؟ ايه يا اخويا انت هتطير ولا ايه؟ يلا سامية. واحدة واحدة والنبي ماليش في الأكشن. لا. أنا ويحيى كنا بنتكلم عادي مع بعض، مفيش حاجة يعني. لو جاي بتسأل على ياسين، ياسين ما يعرفش أصلاً إن إحنا هنا. أنا مش جاي أسأل على ياسين. أمال أنت جاي ليه يا أحمد؟ الحقيقة يا يحيى إن أنا عندي أخبار مش كويسة. إحنا جبنا ورق العربية النقل اللي عملت الحادثة وهربت ياسين. ولما النيابة استعلمت عنها طلع ان العربية باسم عيلتكم، باسم العيلة يحيى. عيلة مين؟ أنا مش فاهم حاجة. يحيى أنت طلع أمر بالقبض عليك. شوف هتاخد إيه معاك وأنا مستنيك. أنا آسف. الواد اللي كان سايق النقل لازم يختفي. مش عايز حد يعرف له طريق. فهمه إنه لو ظهر يبقى خلص كده. تعتبره اتبخر يا كبير. طب والرجاله اللي في اسكندريه ابعت لهم يرجعوا؟ محدش يعمل حاجه غير لما انا اقول. اوامرك. وعايزك تشوف لي عيالين مصحصحين يلبدوا قدام الشقه اللي عايشه فيها مرات عمي وعيالها. عايزهم يراقبوا الست ليلى؟ ياخدوا بالهم منها. انا اهم حاجه عندي اي حد طالع اي حد نازل تبلغني على طول. بس انا ما سبتهاش الا لما طلقتها منه وغورته من هنا. في المدعوق سعيد خرج. صباح الخير يا استاذ سعيد. اهلا. انا سليم جسامي. اهلا معلم سعيد كبير المنطقه. لا ما انا عارف طبعا، هي سامي قالت لي. ما قالتلكش بقى ان كان في بيننا كلام وعود؟ كلام وعود ايه اللي تبقى بيني وبينك يا بلطجي يا رد السجون؟ ما بقاش اللي انت كمان اللي يبقى فيه بيننا كلام. ضرب نفسك يا حد. ايدك لو اتمدت تاني على مراتي مش هيحصل كويس. حلو. ماشي. هعديها. عشان خاطر البيت اللي احنا واقفين فيه ده. والست الكبيرة اللي قاعدة دي. بس بعد كده خد حذرك. أنا إذنك. مبروك يا مدام. والنبي شهم وجدع، ما شفتنيش بقى وأنا بقول عليك أحلى كلام قدام المعلم سعيد. حتى أسأل الواد كاني. لا من غير ما أسأل كاني ما هو باين. صحيح يما، أنا نسيت أقول لك، أنا سليم ردني. انت قبل ما اقدر تنام استنيتيني. ماشي يلا سلام. يا دكتور ياسين. بقول لك يا متر، هو سؤال واساله لك وترد عليا. تفتكر فاروق اللي قتل الحاج محمود؟ اكيد لا طبعا. الحاج محمود كان بيعامل فاروق بيه زي ابنه بالظبط. وايه المشكله زي ابنه؟ انا اللي اسم ابنه ومتهمين ان انا قتلته. هقدر اساعدك بيه يا دكتور. فاروق كان عارف ان التوكيلات دي مكتوبه؟ على حد معلوماتي انا لا. يعني على حد معلوماتك؟ مش انت المحامي بتاعه معاك كل اسراره؟ انا كنت المحامي بتاع العيله يا دكتور، ما كنتش صاحبه. يعني اي حاجه غير القواضي والورق ما تخصنيش. ودلوقتي مش انت محامي فاروق؟ ما هو فاروق بقى كبير العيله. طب انت عارف يا متر، انا لحد النهارده ما اعرفش التوكيلات دي فيها ايه ولا شفتها بعينيا. مدام ليلى اطلعت على كل الاوراق وتاكدت من صحتها. معاك نسخه منها؟ اظن معايا نسخه على الموبايل. وريها لي. Thank you.
سبحان الله، دي مكتوبة بتاريخ قبل ما الحاج يموت بيهم. ما هو الحاج كان مستني كل الورق يخلص بشكل رسمي ويبلغكم. ومعقول كل الحسابات دي ما فيهاش غير الفلوس دي؟ ليه؟ فلوسه بتروح فين؟ ما هو الحاج كان بيحب يجمد فلوسه في أراضي وعقارات. طب والدولارات؟ دولارات؟ دولارات إيه؟ اللي كان بيبيع ويشتري بيها الآثار كان بيوديها فين الفلوس دي؟ الحاج محمود بالنسبة لي تاجر أراضي وصاحب بازار، أي حاجة تانية ما عنديش فكرة. يا متر صدقني يا دكتور، أنا كل علاقتي بالعيلة دي كانت مختصة بالأعمال القانونية بس، أي حاجة تانية ما كانتش اختصاصي. يا فاروق عايز منك إيه؟ شكله بيستعجلني عشان أروح أشهد على عقد. عقد إيه؟ عقد جوازه. مع السلامة يا ماما. مع السلامة حبيبة ماما، ألف مبروك يا حبيبتي، بكرة حاجة تطمن عليكي إن شاء الله. مبروك مبروك يا فاروق. الله يبارك فيك يا حماتي. بنتي يا ناس، بنتي يا ناس هتروح مني يا ناس. طمنا يا دكتور، قول لي اي حاجه. هندخل عمليات دلوقتي حالا ان شاء الله خير. طمنا الحقوني يا ناس، بنتي هتروح مني يا ناس. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه لو مش هتقولي كلمه عدل يبقى ملوش لازمه الكلام. اسكت ازاي وبنتي غرقانه في دمها؟ عايزني اسكت؟ لا ما تسكتيش، ادعي لها احسن بدل اللطم والندب اللي انت عماله تعمليه. ان شاء الله داليا هتبقى كويسه. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. بعدين بقى اللي بقوله يتسمع. يا بنتي خير يا فاروق؟ طمني يا ابني. طمنيني يا بنتي، هتقوم منها؟ ما تقلقش، هو الخرطوش مش اخطر من الرصاص الحي، ادعوا لها بس وهي ان شاء الله هتبقى كويسه. يا رب. فاروق الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه. هو انت كده من امبارح؟ هو انت ما حسيتيش بيا ولا ايه؟ البنج خلاني مش مركزه طول الليل. بس ليه يا فاروق عملت كده؟ حبيبي كنت سبت ماما تبات معايا وروحت انت ترتاح. دي بقيت مراتي خلاص، يعني مسؤوله من انا مش من ماما. عرفت مين اللي عمل كده؟ ياسين. متأكد؟ محمد المحامي بيقول انه تهجم عليه عند مكتبه وكان في ايده الخرطوش اللي ضرب منه نار علينا. وهتعمل ايه فاروق؟ في ايه؟ افرض حاول يعمل كده تاني. والله ده لا، انا اصلا كنت بفكر اكبر دماغي من موضوع ياسين ده وانساه، وقلت كفايه عليه اللي هو فيه ويكمل بقى بقيه حياته متشحطط ومتمرمط وبعيد عن عيلته وبنته. بس بعد اللي هو عمله ده مبقاش فيها نسيان، رقبته بقت قصاد رقبتي. طول ما ياسين عايش احنا في خطر. معلش مفيش مشكله، ان شاء الله هتصرف. معلش يا امي حقك عليا، انا عارف ان الفلوس دي كانت هتنفعكم في الظروف المنعيه اللي انتوا فيها دي. لا يا حبيبي احنا الحمد لله كويسين، ما تقلقش علينا. المهم انت يا حبيبي. انا كويس. انا بس كنت عايز اسالك على حاجه، بس عايزك تركزي معايا كويس. خير؟ ما تفتكريش ابويا الله يرحمه كان عنده خزنه كان بيشيل فيها دولارات؟ لا، كانش فيه غير خزنه واحده في البيت، ما انت عاير. لا انا مش قصدي على الخزنه دي، قصدي يعني يكون عنده خزنه تانية مستخبيه او مكان محدش يعرف عنه حاجه بيشيل فيه الدولارات دي. يا ابوك عمره ما كان بيشيل دولارات، هيشيل دولارات ليه؟ يعني اصل من دول في ناس كتير يعني بتعمل كده. لا يا حبيبي ما حدش بيعمل كده غير اللي بيتاجروا في العمله. صح. ياسين انت عايز تقول ان ابوك كان بيتاجر في العمله؟ ياسين. ياسين ايه يا امي؟ يا ريت هتيجي على العمله وبس. خليني ساكت والنبي بعد اذنك يا امي. لا بقولك ايه، خليش الخلاف اللي كان بينك وبين ابوك قبل ما يموت تفكر فيه بالطريقه دي.
ابوك طول عمره كان راجل محترم، عمره ما دخل عليكوا قرش حرام. اللي ابوه محمود الرفاعي لازم يعيش العمر كله فخور بيه. فخور بمين؟ فخور بواحد شغال في الاثار؟ اثار؟ اه اثار. طب انت فاكره الفلوس دي كلها منين؟ لا 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 انا مش قادر اصدق اللي انت بتقوله ده. سيبت لو مش مصدقني سالي عمي ولا سالي فاروق اللي ركبه على راس العيله عشان دراعه اليمين. انا تعبت طول عمري شايل السر ده جوايا، بس لحد كده خلاص كفايه، ما بقتش فارقه. ومن المهم دلوقتي لازم نعرف الفلوس دي فين. الفلوس دي الحل الوحيد اللي هيعيشك انت واخواتك كويس، غير كده لا هعرف اهرب واسيب البلد دي ولا هعرف حتى اسجن براتي. افهم من كلامك انك ما شفتش ياسين وهو بيضرب عليكم بالخرطوش؟ يا احمد بيه، ما انا قلت كل حاجه في التحقيق، والمحامي بتاعنا كمان قال شهادته، وبقت واضحه زي الشمس ان ياسين هو اللي عملها. تفرق في ايه بقى اذا كنت شفته ولا ما شفتوش؟ لا مؤاخذه حضرتك، هو في معلومه جديده احنا ما نعرفهاش؟ لا خالص، ده انا حتى جاي ادردش معاكوا عشان اعرف. ايوه عايز تعرف ايه يا احمد بيه واحنا تحت امرك؟ ليه اتهمت ياسين انه حاول يقتلك انت والمدام؟ عشان انا راجل محترم، بحب اخد حقي بالقانون مش بطرق تانية. بس ده ما كانش قصدي من السؤال. امال قصد حضرتك ايه؟ انا قاعد انا وفاروق مش فاهمين حاجه، عايزين بس يعني نعرف اللي في دماغ حضرتك. والله يا حاج عبد الحميد انا اللي مش فاهم، ايه اللي يخلي ياسين وهو هربان يخاطر بحياته ويحاول يرتكب جريمه زي دي؟ وايه اللي يخليه اصلا عايز يقتل فاروق؟ مؤاخذه يا احمد بيه، هو ياسين ايه اللي خلاه يتهجم على ابوه ويقتله؟ اختلفوا سوا والموضوع اتقلب خناقه. ايوه اختلفوا على ايه؟ ما تحكي له يا عم الحكايه بدات ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه بدات لما محمود اخويا الله يرحمه اتكلم عن موضوع الوصيه وقال انه هيسيب كل حاجه لفاروق وعديك ليه ما قامت. يا احمد بيه، ياسين لو كان طلني يوميها كان قتلني. كلمة اشمعنى زي ما خرجت إبليس من رحمة ربنا في السماء وخلت أبيل يقتل أبيل في الأرض، ملت قلب ابن عمي بالحقد والغل من ناحيتي، عشان كده كان عايز يقتلني يوم فرعي. والله هو كلام منطقي، بس تفتكر ليه يعني الراجل ساب ولاده وإخواته وكتب لك أنت كل حاجة؟ مش حاسسها غريبة شوية؟ لا مش حاسسها غريبة ولا حاجة. هو الله يرحمه كان بيحبني وكان عايز يعوضني اللي انا شفته في حياتي. اصل انا بعيد عنك يا تيم، ما تقول حاجه عني. اه يا تيم. اهو الواد كان جه اهو، هيتبسط اول لما يشوفكوا. السلام عليكم. سلام. خد يا كان. الدهب فين؟ سيبوني يا اخويا، انا عارفه خليه يتكلم. فين الدهب؟ يلا فين الدهب؟ خلاص خلاص يا سامي، خلاص يا سامي، يا ربي خلاص يا سامي. ازاي جوز اختك يا واطي ومش مكفيك فضحتي قدامه؟ سامي يا مهندس، انت بتخبي عند عمك الحرامي. خلاص اخلص يلا، الدهب فين؟ انا اقول لك، اقول لك على كل حاجه. يلا قول. انا بعت الدهب وجبت المكنه اللي انتوا شفتوها. الله يخرب بيتك، الله يخرب. يا سامي يا رجلك كبيرة. طب جبت المكنة، باقي الفلوس فين؟ أنا طب أنت بقى الفلوس اديتها الحاج عوض المستريح عشان يشغلها لي. عوض النصاب؟ نصاب؟ يعني يعني حرامي وكمان مغفل؟ أنا آسف، أنا آسف. عوض فين يلا؟ مكانه فين؟ طب هوديك وتسيب لي المكنة. أوديك ونبيع المكنة؟ يلا يلا قدام وتسيبنا روح. شد حيلك يا سيدي، ده قلب الرحمة يا ابني. أمي شافت اللي محدش يستحمله، كلنا اتبهدلنا بعد ما حمد أخوه. ربنا يرحمك يا محمود. انا مفيش حد اتبهدل غير امي.
بعد ما كانت عايشه عيشه الملوك في يوم وليله شافت ولادها الاثنين، واحد بيتحبس والتاني هربان، وفي الاخر ماتت بقرتها من الذل والاهانه. ربنا يجازي بقى اللي كان السبب. وانت بقى كنت فين يا عم؟ انا هعمل ايه يا ابني؟ ابوك الله يرحمه هو اللي حطنا في المغرز ده. تقوم تسيب مراته واولاده بالشكل ده يا عم؟ انا ما قصرتش يا سيدي. انا رسالي اتدلدل مع فاروق، كلمته بدل المره 10 برضه ما فيش فايده. ما انت عارفه شيطان وراكبه، ولما غلبته معاه ما سكتش برضه. رحت لامك الله يرحمها اطلب منها انها توصلني بيك، بس انت بقى اللي تاخرت. استغفر الله العظيم، لو كنت رديت عليا وقعدنا مع بعض اتفقنا حلينا الموضوع وحقناها قبل. لا حول ولا قوة الا بالله. رأي جمالات فين؟ تليفوناتهم مقفولة. رحت لهم الشقة بعد الجنازة لقيتها مقفولة. يظهر صاحب البيت راضي بعد اللي حصل. طبعا فاروق وراه الموضوع ده مش كده. الصراحة أنا ما أعرفش يا سيدي. كل اللي أعرفه إن كل اللي حصل لنا ده سبب فاروق. حاجة بالعقل كده. هو الوحيد اللي استفاد من موت أبوك الله يرحمه. وفي الآخر رايح يجري وراك علشان يخلص منك، يلبسك القضية. أمك وأخواتك ارميهم في الشارع زي الكلاب. أنا الصراحة ياسين خايف. هو لو حس بالخطر من ناحيتي ما هو هيعوز يخلص مني أنا كمان. هو ده اللي هو عايزه. عايز يكوش على كل حاجة. أنا عايز فاروق يا عم. وماله يا سيدي؟ أمرني وأنا هنفذ يا عمي. يا عمي. أنا في المكان اللي اتفقنا عليه أهو. متأكد إن هو معهوش حد ها؟ ماشي يلا، خلص وأكلمك، سلام. مش كنا استنيناه بالليل؟ قول على الله. شكله جه هناك. انت يا نصاق في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ اثبت يلا مكانك. ولا حركه. ايه ده؟ ايه ده؟ اي حركه هكرتلك. تمام تمام تمام. السلاح في دماغك. تمام. ايه انت المسؤول عن روحك. تمام. خش. ماشي ماشي بالراحة. خمسة إنجاز اخلص. استغفر الله العظيم يا رب. يا سعيد. ايه؟ المكان ده أمان؟ أمان طبعًا. أي بطرح تبع سعيد الطرش أمان الأمان. بس أنت قول لي يعني ناوي تعمل معاه إيه؟ فاروق لازم يعترف إن هو اللي قتل أبويا. ولو ما حصلش. أنا اللي قتله يا سعيد. تقتل مين يا دكتور؟ هو أنت ناقص نصايب؟ صلى على النبي في قلبك كده واستهدى بالله. ما تخليش الشيطان يدخلك في سكه انت مالكش فيها يا دكتور. مفيش فرق يا سعيد خلاص. انا ابويا اتقتل وامي ماتت بحسرتها. ده حتى اخواتي ما اعرفش هما فين وبنتي مش عارف اشوفها. وكل ده بسبب الشيطان اللي جوه اللي اسمه فاروق. معلش. حاسس بيك وحاسس بالنار اللي جواك. بس يعني بس يا سعيد. كتر خيرك لحد كده انت عملت اللي عليك. الباقي ده بتاعنا. هو اللي عملت اللي عليك. سامي تصدق ما جاش في بالي ان انت. طبعا انت حبايبك كتير اصلهم. لا مش دي القصه، بس الحركه اصلها كبيره عليك. انت اخرك تضرب في الضلمه وتجري. عارف ان ابويا كتب الوصية قبل ما يموت مش كده؟ قصدك قبل ما تقتله وتهرب. وانت هتكذب الكذبة وتصدقها؟ في حد برضه هيقتل ابوه. في دي عندك حق.
اصلها حركه ما تطلعش غير من واحد ابن حرام. شكلها قبل ليلى كانت مدوراها واحنا ما نعرفش. يا جبان يا واطي، تعامل فيها ذكر عشان انا مربوط ها؟ بس انت لو ذكر بجد كنت قدرت على اهل بيتك، وكان ابوك الله يرحمه عملك الكبير. تعمل ايه يا دكتور؟ الراجل هيموت في ايدك. اتفقناش على كده يا جدعان. انا عارف ان انت اللي قتلت ابويا، ورحمه امي محسيبك يا فاروق، ورحمه امي محسيبك. ايه؟ كويس ان انت جيتي بسرعه. هو فين؟ جوه مع فاروق هو وبزرة، ما رضيش يخليني ادخل معاه. الحق يا سعيد. ايه؟ ياسين هيموت فاروق جوه. يا لهوي. خليك انت يا سامي. انا الله يستر يا رب. هيموت في ايدك. اوعى جدع جدع، هيموت في ايدك. اوعى اقولك هيموت في ايدك. عيدا بالله رحمة أمي ما هسيبك. خلي عينك انت عليه. أنا مش فاهم بتحوشني عنه ليه؟ وإيه اللي خلاك تكلم سامي؟ الله، وفيها إيه لما يكلمني عشان أبقى جنبك يعني؟ هو إحنا مش اتفقنا دورك خلص هنا؟ وإيه اللي خلص يا دكتور؟ يعني أنت كنت عايزني أسيبك تودي روحك في داهية؟ يا سيدي مالكش دعوة، دي مشكلتي وأنا أحلها بنفسي. ماشي يا دكتور. عموما يعني أنا كنت بعمل معاك أصول الصحوبية، وبرد لك الدين اللي ليك عليا في رقبتي. يا سيدي اعتبر نفسك رديته هنا خلاص. يعني إيه؟ يعني تشوف مصلحتك. ما تطول بالك شوية يا دكتور، سعيد خايف عليك على فكرة. خلاص يا سام. ماشي يا دكتور، بس يعني خد نصيحة من واحد بيعزك وبيع العيش والملح اللي كانوا معاك. متسيبش النار اللي جواك تسوقك، وفكر 100 مرة قبل ما تاخد أي خطوة، عشان ما تعملش خطوة ترجع تندم عليها وتقول يا ريت اللي جرى مكان. سلام يا دكتور. ما تروق كده شوية، بقيت نرفوز قوي يا سامي. أنا مش عايز أوردكم كلكم معايا يا سامي. إحنا كلنا فداك. مش وقته. اخلص يلا يلا فرقنا، وخد شرك معاك. عربيتك هتلاقيها من المكان ما خدوك. يلا امشي امشي. جمالك مش موجودة. طب يلا يا بنتي يلا يلا. إيه أنت عايز تفهمني إن فك نفسه وهرب لوحده؟ إيه مخاوي؟ أطرد! معرفش أنا، أنا دخلت أصلا ما لقيته بقى مخاوي ولا مش مخاوي، دخلت ما لقيتوش، لقيته فص ملح وداء. بزرق ما تستعبطش عليا. بقول لك إيه؟ سعيد اللي قال لك تمشيه؟ وربنا ما حد قال لي امشيه، ولا دخلت ما لقيتوش مش عارف اعمل ايه. ما يكون راح فين يعني؟ ما مش عرفني انا دكتور. انا اللي مشيته. تاخد الرجاله وتسبقني على هناك عشان ما حدش يعمل اي حركات الا. وانت حاج عبد الحميد خليك قريب، عشان اول ما يطلعوا الحاجه من الارض هنحصلهم على طول. عايزك في كلمتين. خير يا داني. لوحدنا. وماله؟ طب بالإذن أنا يا كبير. طب الحقنا بقى، خدني معاك يا عجوزي.
خير يا حبيبتي؟ عايزه تقول ايه؟ بنت عمك هتفضل قاعده عندنا لحد امتى؟ الله، هو مش انت اللي قعدتي تتحايلي عليا عشان اروح اجيبهم؟ اديك قلت بتحايل عليك عشان تجيبهم كلهم مش عشان تجيبها هي لوحدها. بعدين خلاص امهم الله يرحمها هي اللي كان يهمني امرها عشان كانت ست كبيره. لا الكلام غلط، عشان دلوقتي اولى، لانهم مهما كان بنات عمي وفي وشي. هو انت فاكرني هبله يا فاروق؟ فاكرني هبله؟ من فضلك انا مش مرتاحه خالص لوجودها هنا. خد لها اي بيت في اي حته تانيه، المهم تبعد عن هنا خالص. طب كويس بقى انك فتحت الموضوع، عشان لسه كنت بقول للحاج عبد الحميد دلوقتي ان انا عايز اكتب عليها. يا نهار اسود ومنيل، تتجوزها كمان؟ صوتك ما يعلاش، عايزه الناس تقول ايه؟ بضربك؟ يا ريتك يا اخي تضربني اهون. هو انت يا بنت فاكره ان انا هبقى مبسوط بوجودها هنا؟ بالعكس، ده انت حبيبتي. انا بس كل الحكايه عشان الكلام اللي بيتنطور حوالينا اليومين دول. تخيلي بيقولوا ان انا رميت بنات عمي. ثانيا بقى انا عايز اجيب ياسين، وانت ما تعرفيش ياسين روحه في رايه ازاي. وبصراحه بعد ما ضرب عليكي نار وخطفني عايز اكسره، وبيتهيألي مفيش حاجه ممكن تكسره قد دي. لا يا فاروق، دي هتكسرني انا مش هو. خلاص يا سيدي انا مسامحه في حقي. انا مش مسامح. فتتجوزها؟ تتجوزها يا فاروق؟ احنا ما حدش على جوازنا 3 شهور. 3 شهور ده اللي هيجيب اجلي، هيجيب اجلي، وساعتها مش هسامحك. طب أنا قررت والكلام خلص، بتهيألي ما ينفعش الحريم يمشوا كلامهم عليا. أستاذ فاروق المتر وصل. خليه يستناني في الجنين أنا جايبه. حاضر. تمام تمام، الهراسة اتحركت مع فاروق والمعازيم. ماشي سعيد. ايوه ماشي. الرجاله جاهزه؟ اه جاهزين. ماشي خدهم واطلع لايوب وانا اروح اخلص مع فاروق. ماشي اتفضل. متأخروا كده ليه؟ غريبة، مع إن أيوب ده بالذات مواعيده مظبوطة بالشعرة. أنا مش مرتاح لتأخرهم ده يا كبير. إيه ده بقى؟ شكلهم وصلوا. إيه ده؟ اسمع يا حجر! ده فيه إيه؟ اسمع! فيه إيه؟ نزل سلاح. نزل سلاح. نزل سلاح. نزل سلاح. نزل سلاح. نزل سلاحك ما تتجننش. شكلها فيها غدر. تمام يا رجاله تمام. هو في ايه؟ احنا بنتقلب يا فاروق. ما كنتش عامل حسابي على خيانه. جت الكلاب. اتفضل يا سيدي.
الحاجة قدامك كلها هيتصرف فيها. لا اتصرف في ايه؟ انت عارف انا بطلت الشغلانة دي. يا سلام، ولا انا عايزني انا اشيلها والبس مصيبة جديدة. لا خلاص تلبسش حاجة، خد انت بقى الفلوس دي انت محتاجها. لا ولا فلوس، حد الله بيني وبين الحرام معلش. ماشي سيبهم انا بشوف لهم صرف، بس انت خد بالك من نفسك يا سين، الواد اللي اسمه فاروق ده واد سم ومش هيحلك. ما تقلقش انا جاهز ومستني. طب وبنتك؟ بنتي هتسافر شويه مع امها، يعني مش هبلاقي دراعي يمسكني منه تاني. تمام. نفسي اعرف مين ابن حرام عمل كده. لا مؤاخذه يا كبير، بس ايوبي بره وعايز. انا ما رضيتش اجي بالرجاله احتراما للحريم اللي هنا، لكن قسما عظما 24 ساعه لو الحاجه اللي تخصني ما رجعت لا هيهمني رجاله ولا حريم ولا خلي عليها وطيها. اهدى يا ايوب. ايه اهدى؟ ده ملعوب وتلعب علينا. ورحمه عمي، انا المساخيط اتاخدت مني وانا واقف مكاني مستنيك، انا متاكد ان في خاين في وسطينا. انا هيتعمل فيا كده؟ فلوس تتسرق من ايدي؟ انا هشتري منك ان في خاين، بس الخاين ده مش من رجالتي، الخاين ده عندك انت. شوف مين عندك يعرف اني بقول لك يا صبي وانت تعرف مين الخاين. وكده كده انا فلوسي عندك، والا انتوا عارفين. تمام تمام انا معاك، عداك العيب. بكره الصبح هبعت لك شيك بربع المبلغ، واديني فرصه لغايه ما اعرف مين ابن الحرام اللي عمل فينا كده. تعرفه وتجيبه من رقبته، والا انت عارف. مفيش بينا شغل تاني يا صبي. طول عمري عارف انك وسخ، بس مجاش في خيالي انك وسخ قوي للدرجة دي. اللي انت بتقوله ده فين؟ انت اللي قلت له على مكان التسليم مش كده؟ قلت لمين؟ انا ما قلتش حاجه لحد. ياسين، هو في غيره؟ واعمل كده ليه يا فاروق؟ ما هو شغلي زي ما هو شغلك. تعمل كده عشان الخيانه في طبعك، في دمك. صدقني يا فاروق انا ما عملتش حاجه. ماشي اديني موبايلك وانا فضيلك بقى نقعد للصبح نجرب رقم رقم ونشوف اذا كان فيهم نمره ياسين ولا انا ظلمك بجد. عيب اللي انت بتعمله ده فاروق، انا مهما كان عمك. ماشي يا عمي هات الموبايل وانجز. خد الموبايل يا فاروق. هو نهجر؟ يا فاروق معايا نمره ياسين وكلمته قبل كده، بس مش عشان اقول له حاجه، لا انا كلمته علشان يقنعه يروح يسلم نفسه بقى بدل الهيصه اللي احنا فيها دي. شوف ازاي. صدقني فاروق يا ابني انا معاك مش عليك. اثبت لي. خلاص شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. هقول لك.
مالك اتخضيتي قوي كده ليه؟ لا اصل انت دخلت يعني ورا واحده وفتحت الباب كده من غير ما تخبط. وهو في حد يخبط برضه وهو داخل على مراته؟ انا مش متعودة. معلش ان شاء الله هتتعودي. طب مش كفاية كسوف بقى ولا ايه؟ ما هو برضه ما ينفعش نبقى عايشين في بيت واحد وابقى مشتاق لك قوي كده. نفسي اشبع من حضنك. مكسوف يا فاروق؟ من انا؟ يا نهار ابيض، احنا متربيين مع بعض وانت عارفه ان انا بحبك من واحنا صغيرين. معلش ممكن تدينا شويه وقت؟ ماشي. انا اهم حاجه عندي ان انت تبقي مرتاحه. عارفه مين جاي النهارده؟ مين؟ يحيى. يحيى خرج؟ اه، القضيه بتاعته اتقفلت وكل حاجه مشيت زي الفل والحمد لله. الحمد لله. طب عشان خاطري يا فاروق، عشان خاطري ما تعملوش حاجه وحشه لو بتحبني. انا ما اقدرش اعمل له حاجه وحشه، انا مهما كان برضه ابن عمي، وبعدين كفايه ان اخوكي، وبصراحه بقى هو مالوش ذنب، منه لله ياسين بقى هو اللي ضيع مستقبله. ايه ده؟ ايه ده؟ الفرد اللي في دماغك ده ملوش امان. اثبت اثبت واهدى بالله. طلع اللي معاك. انا هوديكوا في داهيه. انت ما تعرفنيش انا مين؟ انا عبد الحميد الرفاعي. رفاعي؟ ده انا هخلي عيله الرفاعي تقبل عزاك الليله دي. ايه ده؟ يوم انت تاجر عمله؟ ايه الظلم ده؟ مش خدت كل ولا حاجة؟ ولا حركه يابا. اه ما معيش حاجه. خلاص. ايه ده؟ انت مالك ومال ده؟ ما انت خدت كل حاجة. واقلع وانا بقلع لك سنانك. حلو. بص لمستقبلك يا حاج، عشان لو بصيت لي خطر عليك. يلا يلا يابا. بص يابا قدامك. هلا هلا بينا الأمان. هلا دكتور. تراجع يرجع تاني عشان يطمن. دين النبي، اخيرا لعب معاك الزهر يا طرش. احنا اتفتح لنا طاقه القدر. طاقه القدر يا سعيد؟ الفلوس دي كلها شمال. يعني ايه مش هناخدها؟ امال سرقنا الراجل ليه؟ لا هناخدها بس مش هنصرفها، ولو اتصرفت هتطلع كلها في الخير بس. يا عم مش دي فلوس ابوك؟ يعني من حقك يا اخي. فلوس ابويا كلها حرام، يعني تحرم عليا. بس ما تحرمش عليا. سعيد ما تخليش بقى اولع في الفلوس دي قدامك. لا يبقى هو ده الحرام بعينه، هو ده الحرام ذات نفسه اللي انت هتعمله ده في الفلوس. يبقى اعتبر بقى ان الفلوس دي ما جاتش. بس هي جت. سعيد خلاص يا دكتور، انا اعتبرها ما جاتش. هو فين؟ استريحت يا فاروق؟ استريحت يا ابن اخويا لما تطلع عليا شويه عيال يقلبوني؟ فيها يا حاج عبد الحميد؟ مين دول اللي قلبوك؟ انت هتعملهم عليا يا واد، ده انا اللي مربيه. الحاج محمود هو اللي مربيني ومعلمني كمان لما احب اعمل حاجه ما اخافش، يعني لو عايز اقلبك هقلبك دلوقتي وانا عيني في عينك. الله يرحمك يا محمود. الله يرحمك يا اخويا. على ايام ما كانش حد يقدر يعوب ناحيتنا. دلوقتي بقى كل من هب ودب طايح فينا. عبوزه عجوزه امرني يا كبير. عايزك تقلب لي الدنيا وتجيب لي العيال اللي قلبوا الحاج عبد الحميد.
تبقى لي هنا تحت رجليا. عايز الكل يعرف ان عيلة الرفاعي ليها كبير. حصل يا كبير. تقلقش تقلقش يا حاج عبد الحميد، حقك هيجيلك لغاية عندك. دينا هنشوف. استغفر الله العظيم يا رب. شيلي الاكل ده. يلا يلا. حاضر. يلا افتحوا لنا. سهلة يا باشا بعون الله. يا باشا اتسرق منك حاجة ولا ايه؟ غور من وش ولاد الحرام شاهم يا راح ولاد الحرام. مين يا ولاد الحرام يا ولاد الحرام يا ولاد الحرام يا عمي. على فكرة أنا ما خليتش حد من الرجالة يمد إيده عليكي، عشان بس حركة الجدعانة اللي عملتيها معايا يوم ما ياسين كان عايز يموتني. أنا ما أعرفش حد اسمه ياسين. لا والله. أمال نمرته على تليفونك ليه؟ دكتور العيلة مثلاً؟ ولا هو مش قايل لك ان هو دكتور؟ انتوا ايه نظامكوا؟ شكلك بتحبيه. انا ما اعرفش اصلا انت بتتكلم عن ايه. عموما كلها كام ساعه ونلاقيه داخل علينا عشان ينقذ السنيوره من الاشرار. ولا تفتكري ممكن يطلع ندل وما يجيش؟ طب واحنا هنروح بعيد ليه؟ احنا نكلمه بقى من تليفونك ونشوف اذا كان هيجي ولا مش هيجي. بعد اذنك بس ثانيه. اتفضل. يا سامي. ياسين. تخيل ساميه بتقول انها ما تعرفكش. فاروق. ساميه مالهاش دعوه باللي بينا. بس حلوه ساميه. شكلها بتحبك يا ابن عمي. والله خسرتها في الموت. ورحمه امي يا فاروق لو عملت لها حاجه. لا 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 ما تهددنيش. انا ما بحبش حد يهددني. قدامك لغايه بكره بالليل. لو ما جيتش عشان تشوفها غالبا مش هتشوفها تاني. اجي لك يا فاروق. اوعى تيجي يا ياسين. تعرفي وش هربت؟ هما مين دول اللي هربوها؟ وانت يا حيوان كنت فين انت ورجالتك؟ طب اقفل دلوقتي يا عجوزه. سلام. أنا غلطان عشان سمعت كلامك وطوعتك. كان لازم نروح المستشفى عشان أطمن. لو مستشفى يعني سين وجيم، وإحنا مش حمل ده دلوقتي. وبعدين كانوا يعملوا إيه أكتر من اللي أنت عملته؟ أنت حتى أديك فيها الشفا. ست الحمد لله عدت، هو الجرح جه سطحي. حقك عليها يا سامية، أنا اللي زقتك على الخطر. أوعي تسمعي كلامي تاني. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. عمر الشقي باقي. طب انا هروح اعمل لك لقمه تتقوتي بيها. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. انا كنت مديون لك بحاجات كتير قوي، بس دلوقتي مديون لك كمان بحياتي. لا عاش ولا كان اللي يدينك يا اخويا. طب ورحمه ابويا لما بقول لك فداك بابا قصدها بجد، بتبقى خارجه من قلبي. انت عارفه يا ساميه، دي أعلى حاجة حصلت لي في الظروف المنية اللي أنا فيها دي.
بكرة الظروف دي تخلص ترجع لحبايبك وتنسين؟ تقدرش انساكي. انت اللي عملتي معايا في الشهور اللي فاتوا دول مفيش حد عمله معايا في سنين كتير. مش عارفة تصدقني ولا لأ، بس أنا عمري في حياتي ما شفت راجل زي ما أنا شايفاك دلوقتي. شايفة إيه؟ بس أنا طول عمري متمرمطة والوحدي في الدنيا دي. من يوم ما شفتك وأنا حاسة إن أنا بقى ليا ظهر خلاص. يعني مش ندمانة إن أنتي وقعتي في طريق المنيل ده؟ ندمانة على حياتي اللي ضاع نصها من غير ما أعرفك. على قد ما بدعي لك ربنا ينجيك من اللي أنت فيه وترجع لحبايبك وناسك، على قد ما أنا مرة وبصحى في يوم ملقكش حواليا تاني. مش هيحصل. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان أنتي أجدع واحدة عرفتها في حياتي. يا أخويا ما أنت بتعرف تقول أهو. كان لازم أخد طلقة في دراعي عشان تنطق. سارة دكتور، كنت فاكرك غالي على المهد اكتر من كده. اتشهد على روحك يا والد الرفاعي. قصد شر يا بساطي. نزل السلاح، فلوسك جاهزة، سلم واستلم. ماشي يا ود عمي، اللي تشوفه هات الحاجة. لا يا سيدي، في الأول ايه يعني؟ لو كنت قتلته تهملت الحاجة؟ تلاتة بالله العظيم تلاتة، لو ياسين جرى له حاجة محد مننا هيطلع حي من هنا. هاتوا. اها، حاجتك كلها كاملة معاك. هات الفلوس. يوت. الحمد لله على السلامة يا ياسين. الله يسلمك. كده بقى لك عندي جميلتين مش جميلة واحدة. لا ده لو في حد مننا مديون للتاني يبقى أنا مش أنت. كفاية اللي شفته هنا بسببي. على العموم ملحوقة، استبشر خير، لك عندي خبر حلو. جاهز؟ جاهز. ركز بقى معايا النهاردة، عايزين نخلص قبل المغرب. ها؟ وليك عليا لو لقينا البيت هديك ورقتين ب200 مش ورقة واحدة. أنا سبتك. يلا. يا سيدي فين؟ هو ده البيت. متأكد ولا بتقول كده عشان تروح خلاص؟ والله هو ده البيت أنا فاكره. لما تشوف يا سيدي. ماشي، وصله أنت وروح وأنا هتصرف كده وأخلص وأجي. لا والله الرئيس مهدي موصيني ما سيبكش لوحدك. يا عم اسمع الكلام، أنا هتصرف. أنا بقول لك هيعمل لي حوار. يا عم اسمع الكلام بقى. هو ده معلوة زي ما اتفقنا يا عم. نسمع، استني يا نسمة، متخافيش يا نسمة. نسمة والله العظيم ما الهدم، والله العظيم ما الهدم بيه. بس ايه مش عامل لك حاجة؟ ايه انا عايز اعرف منك حاجة واحدة بس.
هيدي والله العظيم ما ليا ذنب يا استاذ ياسين، والله العظيم ما ليا ذنب، والله العظيم ما ليا ذنب. مش هيدي، انا بس عايز اعرف. نسمع نسمع نسمع، الله 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 الله، لا اله الا الله، انت بتعمل ايه يا سعيد؟ انت هتعمل لي ايه يا جدع؟ هعمل لك جلسه علاج طبيعي. ليه يا عم؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت مش عامل فيها بلطجي وتبلطج على الراجل الغلبان في اكل عيشه؟ خلاص استحمل بقى يا داكر اللي يحصل. لا اله الا الله، ما حصلش الكلام اللي انت بتقول عليه ده يا سعيد. جد بقول لك يا سعيد والنبي، عايز في 5 دقايق نخلي المكان ده فحمه. الله حلو قوي، انت جبت له 95؟ اه ده سريع ده. شوف ليه فكنا، الله يرضى عليك، ده ما يحرق بالنار الا رب النار. يا سلام. لا اله الا الله، والايمان ده كان فين لما ولعت للراجل مصنعه؟ ما حصلش. كذاب، هتكذب بقى هزعلك. هي كانت وزت شيطان يا استاذ سليم. تمام يا سعيد؟ تمام يا ريس. الله 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 يا عم سليم، المصنع كله اتغرق برفان 95. طب حلو، يعني وعود كبريت والمصنع هيبقى فحمه اهو. يلا سعيد انا هولع، اطلع نجري انا وانت على طول. طبعا يا بيه. يلا يا استاذ سليم فكنا. يا استاذ سليم الله يبارك فيك، انا عندي عيال عايز اربيها. فكني وهمشي لك العقود القديمه اللي احنا اتفقنا عليها. فكني وهريحك وهعمل لك اللي انت عايزه. انا مش عارف ليه مش مصدقك. انت مصدقه يا سعيد؟ لا خلاص نولع فيه بقى ونخلص. لا اله الا الله، صدقني يا عم، فكني وهعمل لك اللي انت عايزه. ولو سمعت بقى ان انت تعرضت الراجل الغلبان ده تاني؟ مش هيحصل يا استاذ سليم. وبعدين عفيفي ده صاحبي وعشره عمر، غيرش بس الشيطان الله يجازيه، كانت وز الشيطان وراحت لحالها خلاص. والعود اللي بينكم هتتقطع؟ هتتقطع يا استاذ سليم. والمكنه بتاعته هترجع له؟ هرجعها. ما خلاص يا سعيد، حرام عليك، ما تفكه بقى. ماشي يا سليم بيه، بس هيحاسب على البنزين ال 95 اللي جبناه ده. يلا هتحاسب على البنزين يا معلم. هحاسب. ست ناهي، ست ناهي. تمام، قفل ساعة وبلغك. تسمعي اللي هقولك عليه تنفذي بالحرف الواحد، لو لسانك طول بكلمة واحدة هقطعهولك. ما بتردش يا عجوزة. نعم، عايز ايه؟ لا مؤاخذة ست هانم، بس فاروق بيع التليفون وكان عايز حضرتك. وانا مش عايز اكلمه. قول له ست ناهد بتقولك انساها وسيبها في حالها. اوامر، اللي تشوفيه سعادتك. ايوه عجوزة. انزل انت خليك مكانك، ولو في اي حاجة كلمه. ايه يا ابني، ما ادالهاش التليفون ليه؟ مش عايز يا كبير. يعني ايه مش عايز؟ الصراحة كده قالت له، قول له انساني سيبني في حالي. هي قالت كده؟ براحتها بقى. المهم انا عايزك تروح لايوب وتقول له فاروق الرفاعي مستنيك تنوره في مكتبه. اوامر يا كبير. بقول لك فهمه انها مصلحه حلوه. انا عايز اعرف هو انت جبني هنا ليه يا سعيد؟ اصبر على رزقك يا دكتور وهتفهم كل حاجه، وهتشوف اخوك سعيد الطرش محضر لك ايه. افتح على بذره. ليه؟ سعيد. اهلا سعيد. اتفضل يا دكتور، اتفضل. مين الواد ده؟ ابن عجوزه، ايه رايك؟ عجوزه مين؟ اللي شغال مع فاروق؟ هو بعيد، او حته العيل ده هو اللي هيحل لنا الليله كلها. وايه اللي جابه هنا؟ انت خطفته؟ خطفته من تحت بيته وهو بيلعب. هو ده اللي هيجيب لك عجوزه تحت رجليك. وبتتصرف من دماغك ليه؟ بتخطف عيل صغير؟ وانت مش قادر تنسى ان انت مجرم؟ لو لزم الامر ما بنساش، وطريقتي دي هي اللي هترجع لك حقك يا دكتور، انما طريقتك انت ضيعت عليك حقك بدل مرة 20. خلي بالكوا يا جدعان، انا ما صدقت سكت الواد ده، لو عيط تاني هيفضحنا في المنطقة تما، وبعدين كل ده احنا عاملينه عشانك يا دكتورة. محدش طلب منكوا تعملوا حاجة.
احنا مش مجرمين عشان نخطف عيل صغير. هاي دماغك بقى وحنيتك دي ايه اللي مضيع حقك يا عم الحاج؟ ده فاروق ورجالته ما خلوش حاجه ولا سابوا مصيبه لما لبسوها لك. اخد حقي من فاروق؟ ما اخدش حقي من عيل صغير يا باشا. العيل ده كارت عشان نجيب بيه ابوه. لو عايز تثبت براءتك من قتل نسمه الواد ده لازم يفضل معانا. لا كارت ولا مش كارت، الواد ده يرجع النهارده. امال قلب علينا كده ليه؟ روح سكت الواد. خلاص يا حبيبي قلب عمك، خلاص بقى خلاص. ايوه ست جمالات، زي ما انت قلت بالظبط، زعل مننا وقلب علينا عشان التصرف اللي عملناه من وراه. الصراحة كبير، أنا مش فاهم دماغك في حوار يحيى ده. أدام أنت قلت إن الموضوع بسيط وهيتلم، ليه حرقت الكارت بتاعه؟ عشان مش هو ده اللي أنا عايزه. أنا كل اللي في دماغي إن أعلمه الأدب وأعرفه يعني إيه يقف قدام فاروق الرفاعي. سيبك منه، قول لي عملت إيه مع أيوب؟ رحت له يا كبير زي ما أمرت، وقال لي هيفكر ويرد علينا. هو لسه هيفكر؟ يعني بالإذن يا كبير لو تسمح لي أقول رأيي، يعني أنا شايف إن إحنا نخلص الشغلانة دي مع الخواجة حتى لو بفلوس أقل، وما تخليش واحد زي أيوب ده يبيع ويشتري فينا كده. هو ما هي شكلها هترسي على كده. خليني بس أشوف أيوب ده دماغه هتسوحه لحد فين. مؤاخذة كبير بس الجماعة. لا لا رد ولا يهمك. ألو يا حنان. الحقني يا عجوزة، الواد حسن اتخطف. حسن مين اللي اتخطف؟ حسن ابني اتخطف؟ مين اللي خطف؟ معرفش، العيال شافوه في ناس بتركبوا عربية. وانت كنت في انهي ده وسبت الواد لوحده؟ بيلعب عادي في الشارع زي كل يوم. طب اقفلي اقفلي انا جاي. في ايه يا عجوزه؟ حنان مراتي بتقول لي في حد خطف ابني. طب ومستني ايه؟ ما تروح تشوفه. طب بالاذن يا كبير. طمني، لو عوزت حاجه قول لي. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابو حميد. ايه برن عليك بقالي شويه. معلش يا حبيبي، اصل انا في المكتب والتليفون بعيد عني. فاروق قدم فيك بلاغ يا حي. بلاغ؟ بلاغ ايه؟ بلاغ ثلاث اموال من الشركه بتاعته. فعلا؟ وانت ما عندكش معلومه عن الكلام ده ولا ايه؟ لا يا حبيبي، وانا هعرف منين؟ انا محتاجك تجي لي بكره ضروري يا حي. طبعا يا حبيبي، من نجمه اكون عندك. مستنيك. سلام يا ابو حميد. الله يا فاروق. ماشي. انا جاي بيحيى عشان يقنعني مش كده؟ هو انا جاي عشان اقنعك، بس قلت بالمره ازف لك ان فاروق راح قدم فيا محضر اختلاس. زي ما توقعت، بس كويس ان انت سبقت برضه وبلغت. العلم حلو يا دكتور. اهم حاجه انت شفت المحضر طيب؟ لا ما شفتوش، هو احمد اللي كلمني وهعدي عليه بكره. طب قال لك ايه؟ يعني الموضوع كبير ولا اتلم؟ كده كده هتتلم. هو فاروق عارف بس حاب يعمل شويه شوشره. عشان تعرف ان انا صح يا استاذ يحيى، الناس اللي زي دي بيه ما تجيش الا بالعين الحمراء. في دي بقى ياسين سعيد عنده حق، عجوزه هو اللي هيجيب رجل فاروق. طب الواد ده فين دلوقتي؟ فل الفل، ومقعد معاه بإزرة ومدلعه اخر دلع، وجبت له بونبوني وشوكولاته، وجبت له من السايبر بلاي ستيشن عشان يقعد يتسلى فيه. بذره؟ ما لقيتش غير بذره تقعدوا معاها. بقول لك يا سعيد، الواد ده محدش يجي جنبه ولا يقرب له. ماشي يا دكتور، انت محسسنا ان احنا منى الغوله. انا عمري في حياتي ما خطفت حد، انا عملت ده من اجلك. ماشي، بس تعملش حاجه تاني من غير ما تقول لي. ماشي يا دكتور. انت روح بكره بقى على طول وشوف الموضوع ده، ما تسيبوش. طمني. انا كده كده بكره من النجمه هعدي على شركه السياحه، اخد بقيه الورق اللي لازمني واطلع لاحمد. بسيطه، ما تقلقش. خير ان شاء الله. انت بلغت استاذ يحيى ان انت هتقابل الواد ده؟ خلص اكلمه على طول. خد يا دكتور، خلي ده معاك من باب الاحتياط. لا يا سعيد انا مش محتاجه، خليه معاك. اسمع من اخوك، ما تضمنش عيل وسخ زي ده مرتب ليك ايه. شكله هو ده.
برضه ما جبتش الواد معاك. نتفق الواد بعدين يبقى عندك على طول. فين الحاجة اللي قلت هتجيبها معاك؟ موجودة. خليك في ظهري يا دكتور ياسين. نزل يا حبيبي البتاع اللي في ايدك ده بلاش هبل. خليني اسلم على ابن عمي اللي وحشني. انا مش جاي اتخانق ولا جاي اعمل مشكله. انا جاي اقول كلمتين وكل واحد فينا يروح لحال سبيله. خليه ينزل الفرد اللي في ايده ده عيب. مش عيب تبقى دكتور محترم وملوي هدومك وتخطف عيل صغير عشان تلوي دراع ابوه الغلبان. ما الغلبان ده قتله قتله زيك بالظبط ولازم يتحاسب. طب ما انت كمان قتله قتله. ترضى ان حد يخطف بنتك عشان يلوي دراعك؟ انا ما قتلتش حد وانت عارف كده كويس. انا ما اعرفش غير الكلام اللي بتقوله الحكومه. والحكومه بتقول ان انت قتلت بدل المره مرتين. انت برضه ما جاوبتنيش. ترضى ان حد يخطف حبيبه؟ ما تدخلش حبيبه. حبيبه ملهاش دعوه باللي بينا. ولا ابن عجوزه له دعوه باللي بينا. الواد يرجع بيته للنادي. وعجوزه نفسه ما حدش له دعوه بيه. ما حدش يتعرض له. انت جاي تملي شروطك علينا. طب ايه رايك بقى مش هيشوف ابنه الا لما يروح يعترف بالحقيقه ويبرئ الدكتور ياسين؟ ايه رايك يا عجوزه؟ تحب تروح تعترف عليا؟ انا افتيك برقبتي يا كبير. بس تصدق بقى لو راح واعترف عليا مش هقدر الومه. ما اقدرش اجي جنبه. عارف ليه؟ عشان الضنا غالي. بس انت كمان يا دكتور ياسين لازم تبقى عارف ان محدش بيتعدم مرتين. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هي مشنقه واحده وهتعلق فيها مرة واحدة. سواء كنت قتلت نسمة لوحدها أو قتلت حبيبة معاها. لو لمست شعرها من حبيبة فروها أقتلك. ولو ابن عجوزة ما باتش في بيتهم الليلة دي قول على بنتك يا رحمن يا رحيم. على فكرة بنتك عندي في البيت دلوقتي. خطفت حبيبة من أمها. ليه؟ وأنا قلبي ميت زيك عشان أعمل كده. حبيبة عندي في البيت هي وأمها. بس أنا ما خطفتهمش. دول جم بمزاجهم. أصل أنا وهند اتفقنا نتجوز. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ والله لك حق ما تصدقش. بس هو ده اللي حصل. أنا رحت الهند وطلبت إيدها وهي وافقت. الظاهر إن الهند كان عينها مني من زمان. بس أنا اللي كنت عبيط ومش واخد بالي. اسمع. يا يحيى فاروق هيتجوزها. هي عندنا في البيت دلوقتي ومستنيين عدتها تخلص. في حاجة غريبة. أنا بكرة هروح لهم البيت وأحاول أقعد مع هند عشان أفهم منها. ويعني فاروق هيسيبك؟ هتصرف. حتى لو هستناه لغاية لما تخرج عشان أعرف أقابلها. أنا مش فاهم. هي واعية اللي هي بتعمله ده؟ واعية بقى مش واعية. لازم أخدها بأي شكل. أنا مش سيبها هناك. خلينا نهدى عشان نفكر كويس. في الأول فاروق كان بيهدد بحبيبه عشان خايف ان احنا نضغط على عجوزه فنجيب رجله في قضيه نسمه. لكن دلوقتي مش من مصلحته خالص ان هو ياذي حبيبه. ايوه هسيبها هناك. لا مش ده اللي اقصده. بس لو هند اتجوزت فاروق زي ما رؤيه بتقول نرفع قضيه ونضم حبيبه لحضانه جمالات. نمشيها قانوني يعني ما حدش هيبقى ليه حاجه. ايوه لحد ما ده يحصل بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ ما قدامناش غير ان احنا نستنى شويه. انا عندي امل ان الست اللي اسمها نهى دي تتص حكم اعدام فتراجع نفسها
وتبلغ عن فاروق ونخلص منه. ايه يا حيان؟ الست دي من اول يوم وهي عارفه ان القضيه اخرها حبل المشنقه. سوا عليكم. ايه سعيد اللي نزلك؟ نزل عشان سلم عليا حبيبي. لاجل خاطر حبيبك النبي يا باشا تطلع معانا تجبر بخاطرها. لو مستقل بيا ومش عايز تتعامل معايا ده حقك. بس في الاول والاخر يا باشا دي اختك. حرام تكسر بخاطرها في يوم زي ده. بعدين يا باشا انت اكيد عارف جمالات اكتر مني. جمالات دي طيبه وغلبانه والله العظيم يعني مش عارف انت ليه يعني بتقسى عليها القسوه دي كلها. يا سعيد ما حدش مستلم ايدك. يحيى ما قالش كده. مش فضاحة دكتور ياسين يعني. مش لازم يقول. على فكرة يحيى أخوها خايف عليها بس عشان ما يعرفكش. مش كده يحيى؟ هذه المشكلة. إني سألت وعرفت. مغزى باشا سعيد اللي أنت سألت عليه ده سعيد القديم. مش أنا. سعيد اللي مكتوب في المحاضر وده فترة الإسام ده مات من يوم ربنا كرمني قابلت الدكتور ياسين. والله العظيم يا باشا انا بقيت ماشي في العدل والدغري واتغيرت 190 درجة. وهو الدكتور ياسين اخوك ساله. يعني لو مش واثق يعني ان انا ماشي في العدل عمره ما يوافق يجوزني اخته. صح يا سعيد. على فكرة ايه؟ سعيد عمل معايا اللي القريب ما عملوش. سعيد راجل جدع وشهم وابن حلال. وانت لو طلعت دلوقتي هتعرف بنفسك ان اختك عمرها ما انبسطت زي النهارده. عشان خاطري. اطلعوا طيب بخاطرها. ورحمة امك يا شيخ. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله. إني توكلت على الله. إني توكلت على الله. واستخرت الله. واستخرت الله. وزوجتك نفسي. وزوجتك نفسي. على كتاب الله. على كتاب الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى مذهب الإمام. وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. وعلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة ناهد محمد إسماعيل عبد الغفار بالإعدام شنقاً عما أسلنا إليها من اتهام مع إلزامها بالمصروفات الجنائية. رفعت الجلسة. محكمة! ما تقلقيش يا نهاد هاني، لسه في نقض وان شاء الله خير. ان شاء الله. اسيبكم تتكلموا مع بعض شويه بعد اذنكم. مالك يا فاروق؟ صعبان عليا بعد كل اللي انت شفتيه في حياتك تبقى دي النهايه. المحامي بيقول لسه في نقض وممكن الحكم يتخفف. وفرضي ده ما حصلش؟ يبقى ده نصيبي. هنعمل ايه؟ مش ندمانة؟ على ايه بالظبط؟ والله عندك حق. على ايه ولا ايه؟ انت من ساعة ما اخترت ابويا زمان وانت ما شفتيش يوم حلو. الله يرحمه. بس انا كان قصدي اسألك، مش ندمانة على اللي عملتيه معايا؟ يعني انك شلت القضية لوحدك
لا ندمانة ولا زعلانة إلا على حاجة واحدة بس. إيه؟ كان نفسي أشيل السيد الصغير لما يجي، بس سبحان الله زي ما اتحرمت من الإحساس ده معاك وانت صغير هتحرم منه معاه هو كمان. هيك علي يا أمي، هيك علي. بعدين يا يحيى، فات أكتر من أسبوع على الحكم مفيش حاجة حصلت. ما المحامي استأنف وتحدد لها جلسة قريب، هي هتلاقيها لسه عندها أمل يعني حكم الإعدام يتلغي. الست دي مش هتغير أقوالها، دي لو اتعدمت هي مقررة خلاص. مش خسرين حاجة، أدينا مستنيين. وقطيت الضم ما تقلقش، أنا شغال عليها، شهر بالكتير قوي هيحددوا لنا جلسة. أنت ما فكرتش هتعمل إيه لما حبيبة تبقى في حضانة جمالات؟ يا ولادي اعتني الدكتور بادئها من بدري بقى واحنا في الطراوة. بس تفتكر ليه يا كبير الواد ده اشتغل معانا في الشركة شهر واحد بس وخلع؟ مش عرفني، يمكن خاف، يمكن حس انه مش هيوصل لحاجة فقال يخلع. بس برافو عليك يا عجوز انك عرفت ان الواد ابن يا كبير لما قال الاسم ده في الاول ما جمعتوش، بس بعد كده الاسم قعد يلف في دماغي لحد ما افتكرت ان الواد ده كان شغال معانا هنا في الشركة. طب يلا انجز لي بقى الحوار ده في السريع. خلصانة يا كبير. عدم اللي مؤاخذة يا كبير، كده في سؤال بيلف في دماغي ومش لاقي له اجابة بصراحة. ايه؟ هو انت هتفضل مخلي الست هند وبنت الدكتور ياسين عندك في البيت حتى بعد ما رجعت لي ابني؟ انت مش ابنك رجع لك؟ مالكش فيه بقى. يلا اتكل على الله عشان ما تأخرش. بالإذن يا كبير. يا حبيبي نسخة منك. نسخة مني ازاي بس يا شيخة؟ حرام عليكي، ده الواد لسه ملامها وما بانتش. والله نفس عينيك ومناخيرك كمان وقورة ابوك الله يرحمه. اديله شهرين بس وهتلاقيه يبقى نسخة منك. انت كده بتقلقيني على مستقبل الواد على فكرة. اقسى عليك يا فاروق. طب يا ريت ياخد نص جمالك. لا ده القرد في عين امه غزال فعلا. ألف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك وتفرح بيه قادر يا كريم. إن شاء الله هتفرحي بيه معانا، ما تقلقيش، أنا متابع كل حاجة مع المحامي وبإذن الله النقض هيتقبل. اللي كاتبه ربنا هيكون. المهم هتسميه إيه؟ سيد، سيد فاروق سيد الرفاعي. ايه رايك؟ مش لاقيه يعني ايه؟ طب اقفلي اقفلي، انا مسافه السكه واكون عندك. يلا. ايه يا فاروق في ايه؟ بتقول صحيت من النوم ما لقيتش الوقت. اقسم بالله ما هيكفيني رقبيكوا كلكوا قصاد ابني. ايه ده بس يا فندم؟ مين حضرتك؟ انا ابو الولد اللي اتخطف من المخروبه اللي انت مدورها دي. مستحيل، يعني ايه اتخطف؟ اكيد في حاجه غلط. ايه الحكايه يا دكتور؟ الاستاذ مراته ولدت عندنا بقى لها 3 ايام، بيقولوا ان صحيت من النوم ما لقتش الطفل جنبها. انا عايز اعرف ابني فين دلوقتي حالا. اهدى بس يا فندم، انا مقدر الحاله اللي انت فيها، بس اهدى عشان نعرف نتصرف. يعني انتوا تضيعوا الواد اللي انا بتمناه من الدنيا وتقول لي اهدى؟ ارجوك حاول تتمالك اعصابك عشان نعرف نفكر. يعني الطفل كان طول الليل في المستشفى واختفى النهارده؟ انت بتسالني انا؟ ما تسال الحراميه اللي انت مشغلهم. طيب اهدى بس، عايز كل اللي كانوا شغالين امبارح في المستشفى يبقى قدامي حالا. اتفضل. وانا اتصل بالبوليس حالا. خلاص يا فاروق، انا عرفت الولد فين. فين؟ مع ياسين. مامي هو احنا ليه مينفعش نطلع بره؟ هو انكل فاروق قال حاجه؟ هو انكل فاروق قال لهم يخلوا بالهم مننا، بس هما تقريبا فهموا كلامه غلط. يعني احنا مش محبوسين زي البنت اللي احنا شفناها امبارح في المسلسل؟ لا طبعا، ايه الكلام ده؟ احنا اكيد مش محبوسين، احنا قاعدين هنا بمزاجنا، وقت ما نحب نمشي نمشي. بجد؟
طبعا بجد. طب انا عايزه امشي دلوقتي وما اجيش هنا تاني. ليه بس يا بيبا؟ ايه اللي مضايقك هنا؟ عشان خاطري يا مامي. والنبي انا كل يوم بحلم بحاجات وحشه، والناس اللي بيشتغلوا مع انكل فاروق بيخوفوني قوي، حتى انكل فاروق بيخوفني. تعالي بقول لك ايه، انا مش عايزاك تخافي من حاجه ابدا، وبعدين انكل فاروق وطنط رؤيه بيحبوكي جدا، وانت هنا في بيت جد وحبيبك مش كده؟ بنتين خليكي شجاعه كده زي مامي. في ايه مش كده؟ خد البت دي حطها في اوضه لوحدها، ما تخرجش منها غير بامر مني. ياخد مين واوضه ايه؟ ايه اللي انت بتقول ده؟ في ايه؟ ما يلا يا ابني انت اتطرشت. يلا يلا اوعى 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 فاروق. مامي انت اتجننت؟ علشان خاطري يا فاروق سيبنا نمشي من هنا؟ علشان خاطري مش هتمشوا من هنا غير لما ابني يرجع. فاروق بنتي ملهاش ذنب في كل اللي بيحصل ده، حرام عليك. ياسين خطف ابني اللي ما بقالوش كام يوم، وتقولي لي حرام عليك؟ الحرام اللي بجد هتشوفوه لو ابني مرجعش. تمام ياسين، المهم عشان خاطري تاخد بالك منه. ادهولي. قفل قفل يا فاروق. دفعتي معاه على حاجة؟ هيرجع الولد. طيب بس عنده شروط. عايز ايه؟ أول حاجة تطلق هند رسمي والنهاردة. انت طالق أخوك ده أنا مش هحله، أخد ابني وبعد كده ليا صرفة معاه. استنى بس يا فاروق، سيبنا نتصرف معاه لغاية ما ناخد الولد، ممكن؟ ماشي يا روحي. ماشي. متأكد ان انت كلمتيني عشان تسلميني الفاروق، بس كان عندي امل لاخر لحظه ان اطلع غلطان. ابني فين؟ ابني اللي خطفته وهو حته لحمه حمراء وديته فين؟ ابنك مين اللي خطفته؟ ايه الجنان اللي انت بتقوله ده؟ ايه رايك اللي بيحصل؟ ما تفهميني. حبيبه فين؟ حبيبه كويسه يا ياسين، ما تقلقش عليها. وابنك كويس يا فاروق، متقلقش عليه. ايه ده؟ امال احنا جايين هنا نعمل ايه؟ يحيى انا عايزك تساعدني في حاجه، بس لازم يفضل سر ما بيننا. حاجه ايه؟ طب اوعدني انك مش هتقول لحد ولا حتى ياسين. هتقولي لي محتاجاني فين؟ طب احلف برحمه بابا وماما. ورحمة بابا وماما. اتكلمي بقى، قلقتيني. طيب بص، انا خدت قرار ان انا اول ما اولد ابني انا عايز ابعد عن فاروق. تطلعي منه وتاخدي الحضانة يعني؟ بالظبط كده. بس قبل ما ده يحصل انا وانت لازم نتفق على حاجة. خلي بالك منه عشان خاطري. ها، واول ما تسلمي له خليه يكلمني يطمني والنبي. بعدين كلمتيني وكدبت عليا، قلت لي تعالى عشان تديك حبيبه. كان لازم الاقي طريقه اجيبك بيها هنا عشان تعمل حاجه اللي هتريحنا كلنا. حاجه ايه؟ تقتلوا ياسين. قاتل مين؟ قاتل فاروق. وده الحل الوحيد عشان نرجع نعيش في سلام تاني ياسين. كل حاجه مترتبه. أنا وابني هناخد الورث اللي بابا كان سايبه لنا مع فاروق، ويحيى وجمالة أنا هديهم حقهم، نرجع نعيش تاني في البيت زي ما كنا زمان. ياسين يلا ياسين يلا.
راجل. انا مش مصدق نفسي. انت مين؟ طب وانا فكرتيش في ايه اللي هيحصل لما اعمل كده؟ ياسين احنا مش هنكدب على بعض، انت بقالك سنه ونص بتحاول تثبت براءتك ومش عارف. انت لازم تهرب، لازم تهرب. يلا وانا كل ده عايش مع حياة وانا معرفش. فاروق ابعد عنها، ابعد. انا بس عايز اسالك حاجه، لما انت عرفت ان مش انا اللي قتلت ابويا فضلت تاذيني ليه؟ للدرجه دي بتكرهني طول عمرك؟ مين قال لك اني عملت كده عشان بكرهك؟ طب عشان ايه؟ القدر هو اللي حطينا انا وانت على كفتين ميزان، وكان لازم كفه فينا هي اللي تطب. يا روح ما بعدك روح زي ما بيقولوا. فاروق، فاروق نزل سلاح. فاروق نزل سلاحك. انا مش مصدق اللي احنا وصلنا له. ازاي بقى؟ ده حتى كان باين من الاول ان حد فينا هتكون نهايته على ايد التاني. انا المفاجاه بالنسبه لي. في اللي عملته رؤيه. اقتلوا ياسين، اقتلوا ياسين. يلا فاروق نزل سلاح، نزل سلاح. فاروق، فاروق نزل السلاح. رايا 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 اخفي شوية كويسة. رايا اطلب الاسعاف. رايا 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 تطلع شبه فاروق وما تزمزقش زي فاروق. استنى خلوه هيرد، خلوه هيرد على التليفون. استنى بس يا حبيبي. الو استاذ يحيى، معاك المقدم ايمن صقر. في حاجه مهمه لازم تعرفها. ايوه فندم. اختك رؤيه اتصابت وفاروق ياسين اتقبض عليهم. هما فين؟ هما في اسم الشيخ زايد. ورؤيه؟ رؤيه في المستشفى بس حالتها صعبه جدا. يا ريت تجي لنا دلوقتي.
عايز تقول حاجة يا فاروق قبل ما نقفل المحضر؟ يا فندم فيه. اتفضل. عايز اقول ان انا اللي قتلت البنت نسمة الشغالة اللي كانت بتشتغل في البيت عندنا. وانا اللي قتلت عمي محمود الرفاعي. مش حد تاني. مستعد اتحاسب على كل ده. شدي حيلك يا جمالات وادعي لها. الدعاء هينفعها اكتر من البكا. الله يرحمها، توحشاني قوي. كان نفسي اشوفها. عمري ما كنت اصدق مش هشوفها تاني. وحشتني قوي قوي. ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي. وليه ما بتعملي في نفسك كده يا جمالات؟ الواد اللي جوه ده اللي لسه ما شافش الدنيا ذنبه ايه؟ ده لسه صغير ليه يتحرم من حضن امه وهو حتة لحمة حمرا؟ ليه يا رب؟ ليه؟ اللهم الاعتراف يا رب يا رب صبرنا. اللهم الاعتراف. مش هنسيبه يا جمالات. ربنا يخليكي ليه. انت هتعوضيه عن حضن ام الله يرحمها. يا رب يا رب. امال الاستاذ يحيى فين يعني؟ مش باين. جوه مع ابن رؤية. من ساعة اللي حصل ما تطقش بكلمتين على بعض. أنا خايفة عليه يا وزن. ربنا يصبر قلبه. طب ما سألتوش على ياسين؟ مفيش أي أخبار عني؟ بيقول لي هيتعرض بكرة على النيابة. ربنا يسترها على ياسين هو كمان. أنا خلاص ما بقتش حمل اللي بيحصل. مش حمل خبطتين في اخواتي. ربنا يستر. ما تخافيش يا جمالات. الدكتور ياسين راجل طيب. وان شاء الله ربنا هينجيه. طب يا سمنة همشي. لو عايزه تروحي تعالي معايا عشان ما تروحيش لوحدك. لا امشي انت يا سعيد. انا هبات النهارده مع جمالات لحسن تقص حاجه. طيب خلي بالك منها. طب يا جمالات انا هروح ولو عوزتوا اي حاجه في اي وقت كلموني. مسافه السكه هبقى عندكم. تسلم. ما تنسوش تقولوا لي على ميعاد النيابه بكره. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك ترتاحي شويه قوم اعملك لقمه تاكليها. ربنا ما يحرمنيش منك يا سمير. صبر قلبك يا حبيبتي. حبيبي ريح لك شوية لحد سامية ما تخلص الأكل. تكلمي يا حي عشان خاطري ما تفضلش ساكت كده. ما تخوفنيش عليك أنت كمان. قومي يا حي. شد حيلك وقف على رجليك حبيب أخوتك. إحنا محتاجينك. وأخوك في اللي هو فيه ده محتاج لك أكتر من عشان خاطري. أنا ساكت عشان أعرف أشد حيلي. بعد كل اللي حصل ده ما بقاش غيرنا.
ملحوظ ان انا مفيش وقت ليه. لو فاروق ما غيرش اقواله قدام وكيل النيابه، مساله براتك هتبقى مساله وقت. ومش كلام متسجل في الاسم في المحضر؟ متسجل طبعا، بس ممكن ينكر، يقول الضغط عليه او اي حاجه. لو قرر يعمل كده المحامي بتاعه مش هيغلب. يا جمالات، ده لسه ما دخلناش، هتلحقه وما تقلقيش. يلا سلام. ايه مش قلتلك مفيش حد يجينا احسن؟ يا ياسين الناس دي ما شافتش يوم حلو، عايزين يطمنوا عليك. انت مش متخيل ساميه كلمتني كم مره في اليوم؟ لما يطمنوا لما يشوفوني كده مثلا. تلاش يا ياسين، انا ما بغيرش كلامي. انت قلت في تحقيقات الشرطه انك قتلت محمود ابراهيم السيد الرفاعي عمك، الكلام ده حصل؟ حصل، انا اللي قتلته. ياسين ما عملش حاجه. طب لو انت بريء زي ما بتقول، ليه هربت من الاول؟ انا ما خططتش للهرب. انا فكرت يعني ممكن اعرف اثبت براءتي وانا بره. طب وعمك التاني عبد الحميد الرفاعي؟ انا برضه اللي قتلته. بس في ست تانية اعترفت بالقتل، والتحقيقات اثبتت انها كانت موجوده في موقع ارتكاب الجريمه في نفس الوقت اللي اتقتل فيه عمك. هي كانت موجوده فعلا، بس انا اللي قتلته. هي ساعدتني بس. ياسين، كان في أي مشاكل بينك وبين عمك عبد الحميد الرفاعي؟ لا خالص. أنا عارف إنك اتبرأت من قتله، بس عايزك تفسر لي حاجة. وجودك في موقع ارتكاب الجريمة يومها صدفة؟ لا مش صدفة، بس أنا كان معمول لي كمين. ايه اللي خلاك تحرض المدعو محمد احمد السيد الشهير بعجوزه على قتل نسمه الشغاله؟ انا ما عرضتش حد، انا اللي قتلتها بايدي. كنت عارف ان معاها دليل براءتك؟ اه، عشان كده سافرت ادور عليها. نفسك يا فاروق بيه، دي اخر فرصه ممكن تغير اقوالك فيها. خلاص بقى يا متر، انت ما بتزهقش؟ ساعة
صدقني انت كده بتصعب الموضوع على نفسك قوي. يعني لو غيرت اقوالي في قضيه عمي محمود هتعرف تخرجني من هنا؟ يبقى خلاص يا متر، سيبها على الله، كلها محصله بعضها. بتشوفها فاروقي؟ ما قلتش الحقيقة ليه؟ بدل ما تشيل نفسك جريمة أنت ما عملتهاش. وحسبتها إزاي بقى الحقيقة دي؟ إذا كنت أنا خلصت على اللي قتلت واللي حرضها. أنت فارق معاك أول ما أطلع بره؟ فارق معايا يا ابني؟ مش هأمن عليه مع حد غيرك. بس يا ريت تربيه على الحاجات اللي انت تربيت عليها مش اللي انا تربيت عليها. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم فاروق سيد إبراهيم السيد الرفاعي بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الإدارية، وببراءة المتهم ياسين محمود إبراهيم السيد الرفاعي عن التهم المنسوبة إليه. رفعت الجلسة. الله أكبر! الله أكبر! دحي العزل! يعني كده هيروح معانا دلوقتي؟ لا، لسه قضيه الهروب، بس دي حكمها خفيف، 6 شهور يعني. هستنى العمر كله. ايه يا سامي؟ الله اكبر، دكتوره 5 عدل من عند ربنا. يا باشا 6 شهور ايه ده، انا اقضيهم على رجل واحده في الزنزانه كده اهو. الله عليك يا عم سامي. الف مبروك ياسين. استنى ما لفت. تعالي بس تلفي تروحي فين؟ مبروك ياسين. الحمد لله. الحمد لله يا رب. مبروك يا حبيبي. مبروك فيك يا حبيبي. ياسين مش هوصيك على ابني. ست شهور هيعدوا هوا يا اخويا، يا دوب اكون حجزت القاعة وحضرت حاجة الفرح. ان شاء الله فاروق. لالي انا جيت عليك كتير قوي. وانا مسامحاك. مسامحاك يا فاروق والله من قلبي. أنا قدمت الطعن وإن شاء الله يتقبل، يمكن ربنا يكرمنا في النقد. سيبك من الكلام الفاضي ده يا متر. طمني عملت إيه في الموضوع التاني؟ مدام نهدي اتشال من عليها حكم الإعدام، وبأمر الله هجيب لها حكم أخف من المؤبد. الحمد لله. نبقى متر شد حيلك معاها شوية. حاضر يا فاروقي، ما تقلقش. رحت ليحيى زي ما قلت لك؟ حصل، واستلم مني الحاجة. ده المحامي بتاعه اللي اداهم لك؟ عايزنا ناخد الواد نرجع نقعد في البيت تاني. ياه، أخيرا هنرجع نقعد في بيتنا. استني بس يا جمالات، خلينا قاعدين هنا لغاية لما ياسين يخرج ونشوف هنعمل ايه. ليه؟ هو ياسين ممكن يمانع ان احنا نروح نقعد في البيت؟ لا، الموضوع مش فينا. فكرة سينا يرضى يرجع البيت تاني ولا لا؟ سلام يا ياسين، نورت بيتك. هنور بيكي. طب ايه؟ هنشرب الليمون هنا ولا جوه؟ حبيبه جوه مستنياك. على فكره انا مفهمه ان انت كنت مسافر ولسه راجع. ها يا ساميه؟ ماشي.
وحشتني قوي يا ياسين. الحمد لله على السلامه حبيبي. انت كمان وحشتني يا جمالات، طمنيني عليكي. انا كويس يا حبيب اختي. حبيبي يا دكتور ياسين، ولا ليك وحشه ابو الصحاب. وانت كمان وحشتني يا سعيد، كلكم وحشتوني قوي. امال الحبيبه فين؟ فوق مع ياسين الصغير، دي ما بتسيبوش ابدا. ياسين وحشتيني قوي. ايه ده بقى، هو انت حلويتي قوي كده امتى؟ لا مش هتضحك عليا، برضه زعلانه منك. ما لازم طبعا زعلانه مني عشان سافرت وسبتك، صح؟ مش هسيبك تاني ابدا. لما تيجي تسافر هتاخدني معاك؟ رجل على رجلك في كل مكان، ماشي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الولد نام؟ اه خلص الببرونه بيحاول ينام. طب انا هطلع له. تعالي يا حبيبي. ياسين كنت عايزه اعتذر لك على كل اللي انا عملته. انا غلطت في حقك كتير، ممكن تسامحني وننزل اللي فات؟ مخافيش هند، انا مسامحك. انت برضه في الاول والاخر ام حبيبه، خلي بالك من نفسك وربنا يوفقك. ربنا يوفقك انت كمان. عن اذنكم. طب اتفرج انا على البيت ده، عايز له ست ايام على ما الواحد يشوف. متهيألي جه وقت الليمون. ها ماشي. أسامحها ولا بلاش؟ سامحها. مش عارفة كنت متجوزها ازاي اخويا معصعصة قوي يعني. مش فايدة فيك يا سامية، وحشتيني. يا سلام. شفتها يا جمالات؟ شبعت والله، تسلم ايديكي. مش قادر. معقولة ده انت ما اكلتش؟ طب ما وحشكش اكلي؟ وحشني طبعا، بس والله شبعت. تسلم ايديك يا حبيبتي. كفارة يا دكتور ياسين، عليا النعمة، الدنيا دي ما كان ليها أي طعم من غيرها. تعيش سعيد. ياسين ياسين. نعم. يعني إيه كفارة؟ كفارة يعني الحمد لله على السلامة بالروسي، بس عمك سعيد ساعات ينسى العربي. قولي بقى سعيد، ناويين تتجوزوا إن شاء الله إمتى؟ ولا مستنيين نسبقك أنا وسامي؟ أيوه يا أخويا نسبقهم إحنا الأول ومال. إحنا كنا مستنيينك أما تخرج، بس قصدي يعني ترجع بالسلامة. ونرتبها سوا انا وانت، انما انا بالنسبه لي كله تمام، الشقه يا دوبك هتاخد مني شهر وهتخلص. انتوا هتتجوزوا في بسوس صح؟ حلوه شقه بسوس يا يحيى بيه، شرحه كده وقرفتها حلوه، هي مش محتاجه غير وشين بويه على السريع، وبالنسبه للحمامات اللي فيها انا هكسرها واحط فيها شويه سيراميك معتبرين، والعفش كله جمالات تختاره زي ما هي عايزه، يعني مش محتاجين اكتر من كده. ربنا يبارك ان شاء الله. طب وايه اللي يخليك تستنى شهر على ما توضب الشقه؟ ما تتجوزوا على طول في شقه جمالات. لا ليه الشقة؟ طب ما احنا ممكن نتجوز ونقعد هنا في البيت ده بعد إذن إخواتي طبعا. يا جمالات شو قلنا نتكلم بعدين؟ مش جايز فيش حد يقعد في البيت أصلا. هو صحيح ياسين الكلام ده؟ أنت فعلا عايز تسيب البيت؟ والله يا جمالات أنا جايز أسيب كل حاجة مش البيت بس. ما قلنا بعدين. بعدين ليه؟ على فكرة سامية وسعيد ما بقوش غرب، دول من العيلة وعارفين كل حاجة كمان. مقصودش. بقول لك يا حبيبة، ما تقومي تشوفي المونو كويس ولا لأ وتيجي تقولي لنا. بتوزعني وباينة قوي على الفكرة. والواحد ما عرفش يكدب عليكي خالص. صادق. طب يلا. يلا امضى. يا جمالات، أنت رأيك إيه في اللي بيحصل؟ نعمل إيه؟ أنا شايفة يا ياسين إن إحنا محتاجين نفكر بهدوء شوية. ومن الآخر كده يعني إن الله غفور رحيم. حتى بعد ما عرفت الفلوس دي جايه من شغل مش مظبوط؟ وانت يا يحيى ايه رايك؟ والله انت حر طبعا يا ياسين اللي تشوفه، بس انا بعد كل اللي حصل ده ما اعتقدش ان انا ممكن اقعد في البيت. وانت سعيد ايه رايك؟ دي حاجات بينكم وانا ما اقدرش اتدخل فيها يا دكتور، انت اخوات. انما انا بالنسبه لي اي حاجه انت هتقول عليها انا معاك فيها يا صاحبي. وانت يا سامي شايفه ايه؟ انا كده كده معاك على اي حال يا اخويا. البيبي صحي وبيعيط. انا جايه. خليك يا جمالات، خليك انا وما اشوف. اقعدي كملي اكلك. ايه
وبعدين معاك ياسين يا ابن رفاعي انت كمان. اعمل معاك انا دلوقتي. بتضحك؟ ماشي يا سيدي. على قد ان انا بحسدك ان انت لسه مش فاهم اي حاجه. على قد ما انت صعبان عليا قوي في الظروف اللي انت جيت فيها دي. انت عارف ايه اكتر حاجه مخوفاني يا واد انت؟ اسئلتك لما تكبر. اقول لك ايه؟ احكي لك ايه عن امك وابوك؟ مش عارف. عارف ليه؟ عشان الحقيقه مرعبه. بس مش هتهون عليا برضه تعيش وانت شايلها حمل فوق كتفك طول عمرك. اصل دايما الكذب وتغميض العيون ما بيكملوش للاخر. الدليل قدامك يا سيدي. خالك فضل طول عمره عايش مخبي وكاتب الحقيقه جوه قلبه طول عمره. وفي الاخر ضربت في وشه وفي كل اللي حواليه. بس انت عارف يا سينا نفسي في ايه؟ نفسي اغمض عيني وافتح الاقي كل اللي حواليا ده ما حصلش. الاقي نفسي بحلم مش مضطر اختار لكل اللي حواليا. عشان طلع فعلا الموضوع صعب قوي قوي. يا ابني الطريق مرسوم من قبل انا وانت ما نيجي للدنيا. مش احنا اللي بنختار. اسمع يا سين، انا هسألك سؤال عايزك تفكر فيه كويس قبل ما تجاوب عليه. لو اتحطيت في موقف وكنت مضطر انك تعمل غلط عشان تحمي ناسك واهلك، هتعمله ولا لا؟ عيبك انك بتحكم على الدنيا وانت قاعد مكانك. يمكن لو ربنا اراد في يوم من الايام انك تبقى مكاني تفهم اللي فشلته طول عمري اشرحهولك.